نفسي ما كانش مفيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الوزير المحترم، سيد الكاتب العام، السادة المدراء، السيدة مديرة المركز التغير المناخي للكفاءات، السيدات والسيدات والسادة الزملاء الأصدقاء والصديقات من رجال ونساء الإعلام السمعي البصري والمكتوب. أولا أنا جد سعيدة اليوم أننا نتقاسم معكم حصيلة كتابة الدولة للتنمية المستدامة في شقها القطاعي، لكن أيضا في شقها نتقاسم معكم الهم البيئي والمناخي الذي اليوم هو ليس فقط هما وطنيا أو قضية وطنية، بل هو هما دوليا، على اعتبار أن هناك واحد العملية الانتقال كيشهدها العالم في انتقال
موضوع وملف البيئة والتنمية المستدامة والتغير المناخي من موضوع انقطاعي إلى موضوع تنموي اقتصادي اجتماعي. ولهذا أنتم السادة والسيدات رجال ونساء الإعلام تبعتوا أن كان تقريبا هذه عامين وثلاث سنين بدا هذا الموضوع يبرمج في مشاريع القرارات التي كانت مبرمجة في أعلى القمم على المستوى الدولي جيسات وجيويت تبعتوها كاملين. أن ثم بالإضافة يعني انتقل من التفاوض والتداول على المستوى مؤتمرات الأممية لا في كوب ليك الكوب ديال التنوع البيولوجي ولا كذلك الكوب ديال التغير المناخي إلى أن يرتفع إلى مستوى عالي جدا ويصبح موضوع تداول بين رؤساء الأقطاب يعني الاقتصادية والأقطاب السياسية في العالم. وهذا كيطرح واحد التساؤل في أن بلادنا وجب كذلك أن هي منخرطة الحمد لله كما تعلمون بفضل الريادة والإشعاع والتوجيهات السامية الملكية على اعتبار ريادة بلادنا في ما يتعلق بمجال الطاقة بجانب السيد الوزير الحمد لله اللي كاين في كذلك قدم حصيلته في الأسبوع الماضي وكان تقدم جد كبير فيما يتعلق موضوع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وبالتالي اليوم لا نناقش موضوعا عاديا قد أستطيع أن أقول لكم هو ليس بأفقيته فقط ولكن نناقش موضوع البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة على أنه ملفا حكوميا أفقيا يكاد يكون قضية حكومة وقضية دولة أيضا لما لا على اعتبار الإشكالات في شقها يعني المتعلق بآخر تقرير رصده قدمه لوجيك لو غروب دي ديكسبير اون شانجمون كليماتيك الذي جميعا تابعتموه ولاول مره يعطي معلومات مقلقه فيما يتعلق ببعض المدن المغربيه التي لا قدر الله اذا لم تتخذ اجراءات عمليه واجراءات مستعجله فيما يتعلق أيضا بكل الملفات الأفقية قد نصل إلى أن بعد مدننا الجديدة الداخلة الصويرة مجموعة أردفها التقرير قد تفقد بعض الأحياء ديالها قد يصل المستوى ارتفاع المياه وهو التهديد الصامت الذي لا وبالتالي فهذا هو الخلفية والمنطق الذي حكمنا في أن حصيلة الحمد لله 2018 أيضا طبعها تحول نوعي فيما يتعلق تسريع مجموعة من البرامج البرنامج الوطني لتدبير النفايات كما تعلمون الذي هو موضوع إشكالي بالمغرب البرنامج الوطني لتطهير السائل بحيث أن لدينا اليوم برنامجا جديدا فيما يتعلق بالعالم القروي تمت المصادقة بشكل رسمي في أفقية القطاعات المتدخلة كتابة الدولة التنمية المستدامة التي كانت المبادرة إلى أن تعتمد هذا البرنامج وتنجز الدراسة مع وزارة الداخلية وكذلك وزارة المالية فتمت المصادقة على برنامج جديد والبرنامج الوطني للتدبير المندمج لتطهير السائل بالعالم القروي فبرمجة 1207 مركز قروي ليشمله تطهير السائل غير باش نقول لكم واحد الرقم سنصل بإذن الله سيمكن هذا البرنامج من إعادة استعمال مليار ما يقارب مليار متر كوب من سنة 2019 إلى 2040 على اساس هذا هو الجديد في البرنامج كنا في معالجه المياه العادمه اليوم غيولي اوتوماتيكيا في البرنامج مساله استعمال المياه العادمه غتولي تستعمل في السقي كتستعمل في السقي بكل انواعه بما فيها الخضره كل شيء غتستعمل لان المياه غتولي مياه يعني مو
قابلة للاستعمال السقوي وكذلك للاستعمالات المتعلقة يعني بالمتعددات الاستعمال في المجال الفلاحي وغيره. بالإضافة إلى البرنامج الجديد اللي انتم كنا قدمنا واحد الدراسة للسيدات والسادة نساء ورجال الإعلام، هو الكلفة اللي كتأديها بلادنا فيما يتعلق بتدهور جودة الهواء، كلفة 10 المليار سنويا اللي بلادنا في بمختلف تجلياته، سواء في مجال الصحة، في مجال تدهور بعض التي لا نراها من المواطنين القاطنين معنا من النبات والوحش. احنا اللي جينا عندهم المهم راه كيموتوا ولا يتدهورون من النبات والوحش القاطنين الاصليين قبل ان يجيء المواطن المغربي الى هذه يعني البلد الجميل في كل مجالاته الهشه. التدهور البيئي يصل فيما يتعلق تدهور كلفة تدهور الهواء الى 10 المليار. لهذا كتبت دولة التنمية المستدامة ايضا عملت على ان تتوفر الحمد لله هذا المولود الجديد. اليوم عندنا البرنامج الوطني لجودة الهواء اللي هو ان شاء الله راه غادي في يعني في التقديم التي سنقدم فيه الحصيله بشكل مفصل غادي نعطيو جميع المعطيات ذات الصله به. بالاضافه الى اننا ايضا هذا خبر جميل جديد نتقاسمه معكم للتداول وللنقد ولكل شيء لهذه بلادنا، هو ان تسريع تنزيل الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه على المستوى الوطني وعلى المستوى الترابي. الخلاصة الجديد فيها هو أن الحكومة المغربية الإدارة المغربية تتعتمد كتابة الدولة، وقدمنا يعني ماتريس فيها 6 قرارات مهيكلة للإدارة من أجل أن تدخل في مسلسل النجاعة الطاقية، اعتماد بناية المستدامة، في مسلسل اعتماد السيارات الكهربائية إن شاء الله بلادنا. كتابة الدولة بالمناسبة رحنا طلقنا صفقة غادي تكون عندنا 5 ديال السيارات كهربائية، يعني بما معدل تجاوزنا في البيدجي ديالو 50%، ولكن هذا واحد التوجه لأن بلادنا خصها تنخرط في واحد القطار اللي غادي عالميا دوليا وعالميا في البيزنس بمفهوم بمنطق الربح. العالم يتوجه إلى اعتماد السيارات الكهربائية وكل ما هو كهربائي، بالتالي سنعتمد في كتاب سطلقنا صفقة على أساس أننا إن شاء الله غتكون أول وزارة كتابة الدولة للتنمية المستدامة فيها غتعتمد عن السيارات الكهربائية. عندنا بغن في كتابة الدولة سنستعمله، عندنا ماشي بغن محطة للشحن، محطة للشحن، ثم غادي الأربع الأخرى يعني سيتم اعتمادها من طرف الجهات الأربع: مراكش أسفي، الدار البيضاء، طنجة تطوان، وسوس مسا. وتم الاتفاق مع المديريات الجهوية ديالنا والحمد لله كل الشروط يعني ستمكننا من أن هذا النموذج يبدأ في بلادنا، وكذلك الوزارات الأخرى. إذا بالتالي نقطة هذا الملف الثاني اللي هو السيارات الكهربائية سيتخذ السيد رئيس الحكومة القرار في اللجنة الاستراتيجية التي ستعقد في يعني آخر هذا الشهر. بالإضافة إلى أيضا جوان إن شاء الله يونيو سيكون شهر اللي احنا عدينا لي تيرم دو ريفيرونس لي تي دي ار ديال لوديت انفيرونمونتال بور تو لي سيكتور. كلهم الوزارات غادي يديروا واحد التقييم بيئي لكل الادارات ديالهم غيطلقوه. بالاضافه الى ايضا اهم شيء ايضا هو اننا في الادارات ديالنا كل شيء كيعرف عند بقايا النفايات الالكترونيه، بالتالي صفقة أيضا موجودة. نحن في إطار التشاور مع قطاع خاص راه هو جاهز باش نتعاقدوا معاه باش تنطلق جمع دي تخوازو، وهو المواد النفايات الإلكترونية، وهذا واحد المشتل لخلق ثروة أيضا، وكذلك من أجل مثالية الإدارة فيما يتعلق. بالإضافة إلى أهم شيء هو فرز، كنفرزوا دابا الكارتون غنضيفوا نفرزوا البلاستيك في الإدارات ونفرزوا اللي داشي عملية الفرز. هادشي ماشي سهل،
للخيرات ديالو ماشي سهل، متفقين كاملين، ولكن الأساسي نحن سنكون ذلك الضمير اللي يقيد، ماشي أنا بالمناسبة، الإخوان والكفاءات ديال هاد البلاد الحمد لله هم الذين في حقيقة يستحقون كل التقدير، لأنهم هم الذين وصلوا إلى أن ينتجوا كل ما سنقدمه لكم بفضلهم باش تم التقليل، لأن احنا السياسيين دائما كنتذكروا على الإشكال، كاين اللي بغى كاسي، ولكن كاين كذلك من الكفاءات ومن القدرات الوطنية التي هي جواهر هذا الوطن الحمد لله بفضلهم باش نتقدم أيضا على المستوى. بالإضافة لهذا المشروع ديال فيه ست يعني قضاء، ست ملفات أساسية في مثالية الدولة، فنحن واكبنا على المستوى الترابي الجهات من أجل أن تعتمد حزمة تنزيلها على المستوى الترابي. هذا بخلاصة لأفتح شهيتكم لتلقي حصيلة كتاب الدولة التنمية المستدامة. أعطي الكلمة السيد الوزير المحترم من أجل أن يشرفنا بكلمته. شكرا سيد الوزير أولا بعد على الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام وصحبه أجمعين، السيدة الوزيرة، السيد الكاتب العام، السادة المدراء، مديرة مركز كاتسي، أربعة ديال السيدة تشوفوا من بعد التفاصيل معها، السيدات والسادة الأطر، السيدات والسادة الصحفيين، هذه المرة الثانية التي نلتقي معكم في إطار القطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. كان الأسبوع الماضي تقديم الحصيلة حول الطاقة والمعادن طبعا، وكنشكر الإخوة والأخوات الصحفيين، ان غران ميرسي ا تو لي جورناليست كي اون بارتيسيبي ا سيت جورني اي جوردي سي انكور سا نوز اونور دتر que vous soyez présent avec nous. Ça, c'est un message pour les francophones. Et je switch à l'arabe. Donc, cherche la traduction. Donc, طبعا حسب أؤكد وقلتها في مع الصحفيين أنها هي لكل صحفي وليست حكر على صحفي دون آخر، فهي لكل صحفي المهتمين بهذه الدينامية اللي كتعرفها البلاد ديالنا، يعني دينامية التنمية المستدامة، ثم أيضا مقارنة البلاد ديالنا مع ما يقع على الصعيد العالمي. ولذلك أتمنى من السيد الرئيس دونك اللي معنا، أعتقد le président du réseau Green Move est avec nous, donc bien sûr c'est un challenge hein? Donc oui, donc inchallah peut-être on tiendra inchallah très prochainement une réunion avec le réseau, donc pour voir quelles sont les possibilités de coopération entre les deux départements et ce réseau là pour qu'on puisse nous interroger, bien sûr nous challenger pour qu'on vous donne le maximum d'informations, sachant que le 12, je crois, la loi sur l'accès à l'information, le 12 mars, va entrer en vigueur, donc on doit se préparer. Donc vous avez déjà l'outil juridique qui nous impose à vous de fournir l'information exacte et dont vous aurez besoin. Mais bien sûr, nous avons anticipé bien avant, donc ça fait longtemps que ce département et les autres départements ont initié donc une ouverture envers donc la presse nationale. L'objectif, c'est de donner l'information exacte et la critique et l'interprétation exacte. Mais ce n'est pas la information qui est, dans le cas, tout le monde peut imaginer le critiquement de l'Ibra ou le taouil de l'Ibra. Et c'est pour ça que nous avons une solution de ce réseau qui n'est pas suivi à quel état, mais qui est libre et indépendante, pour qu'il puisse entrer dans un dialogue, dans un débat et dans un interaction avec l'état. Et c'est pour ça que nous avons بالإخوة في القطاعين، قطاع الطاقة والمعادن وقطاع التنمية المستدامة، باش هادشي يعطيو أهمية كبيرة في العلاقة مع الصحافة، في تزويدهم بالمعلومة، بإخبارهم بالأنشطة اللي يمكن لها تكون، بالتجاوب معهم، لأنه أكثر من ذلك حنا خذينا قرار في القطاعين بجوجهم باش حتى الأسئلة اللي كتحصل كتعرفوا ملي هذاك الشيء اللي كتشوفوا في البرلمان، الأسئلة الشفوية راه قليل،
احنا مع الاسف كنتمنى ان تكون شي قناه ديال البرلمان باش نشوفوا حجم العمل اللي كيقوم به البرلمان بغرفتيه. الناس راه ما كتشوفش، ربما الاخوان الصحفيين اللي دائما في البرلمان كيشوفوا، فحجم عمل كبير جبار تقريبا الاسبوع بكامله باستثناء كنظن الاسبوع كامل والبرلمانيين كيشتغلوا، كاين اللجان كتشتغل من القوانين، محاسبه القطاعات، استدعاء المؤسسات العموميه، هادشي ما كيشوفوش، كيشوفوا الناس سؤال جواب سؤال جواب. ولكن كنعتقد انه كون كانت عندنا قناه او كان عندنا امكانيه هادشي، فاحنا خدينا قرار على مستوى القطاعين ان حتى ملي كنكونوا في اللجان وكتطرح علينا مئات الاسئله ماشي عشرات الاسئله، يعني كل برلماني كيطرح علينا يعني 30 سؤال ولا 40، فقررنا باش ان حتى الاجوبه غنديروها في لو بورتاي ديال القطاعين باش يطلعوا عليها حتى الساده الصحفيين الجواب اللي رسلوا ليهم ولا اللي كنقولوه انا ذاك، باش يكون عندنا اون باز دوني كيسيون ريبونس اللي هما في بعض المرات كيمشيو للتفاصيل، التفاصيل ديال بعض الامور التي كتكون غائبه. هذا الامر الاول. الامر الثاني، انا كنعتقد ان هذا الموضوع ديال التنميه المستدامه صحيح احنا عندنا التزامات محليه وطنيه، عندنا التنميه المستدامه استراتيجيه، ولكن مع الاسف الشديد ربما هذا المجال هو اللي كنأديو فيه الثمن ديال بشكل كبير ديال اخطاء الاخرين. يعني احنا كان ملي تكلمنا على الساحل ما علاقتنا احنا بالساحل، ولكن كنأديو الثمن طبعا ما يقع في المحيطات اليوم وما يقع الان من يعني سيؤدي الثمن ديالو ناس مساكن لا يساهمون. ولذلك ملي كتشوفوا الاحصائيات، واتحدث تحت رقابه المختصين، انه الدول الناميه ولا بغينا نتكلموا على افريقيا لا تساهم في تلويث الهواء وهذه الحكايه المناخ الا ب 4%، وهي غتأدي الثمن ديال 50% ولا 60% على اعتبار ان كبريات المدن ديال افريقيا الان هي مهدده، مهدده لان جات اما على الانهار على المحيطات على البحر، او ان جات على الانهار اللي هي كونيكتي معها، وبالتالي اللي ما غادي يطلع وبالتالي غتكون يعني غتكون الحصيله كارثيه. هذوك لي زيطا انسولير مساكن اللي هما بضعه الاف واللي هما غيأديو ثمن ديال واحد الشركه كبيره موجوده في واحد البلاصه اللي كتلوث المناخ واللي كتاثر لهم على ذلك. ولذلك لما خرجت الحصيله كبريات الشركه، راه كنظن هذه راه عند الصحفيين، شكون هي كبريات الشركات اللي هي كتاثر على الهواء؟ راه لاحظتوها كاينه في امريكان وكاينه في اوروبا وكاينه في الصين وكاينه في روسيا وكاينه في العربيه السعوديه وكاينه في كذا، كبريات واحد 20 شركه كتلوث العالم. وبطبيعه الحال لان فباش نقول لكم بانه هو التزام وطني كنأديو فيه الثمن نظر بعض الاخطاء اللي ارتكبوها حنا، لان حتى غابات ديالنا ما حافظناش عليها، حتى الاحواض ديالنا ما حافظناشها، حتى الانهار ديالنا ما حافظناشها، ولكن التاثير الكبير ياتي من غيرك. ولذلك الامين العام في كوب 24 كنت انا والسيده الوزيره والوفد تراسه سمو يعني ولي العهد حفظه الله مولاي رشيد، مولاي رشيد يعني الامير مولاي رشيد، فيمكن لي نقول لكم انه الكلمه ديالو كانت جيده، وتكلم على التزامات ديال المغرب، ولكن اللي كان مهم جدا هو الامين العام ديال الامم المتحده الذي تحدث عن قضيه حياه او موت، وتحدث عن الانتحار اللي كنا تكلمنا عليه في اكادير حول ما يسمى بالانتحار الجماعي لمشيئة البشريه، فاديو الثمن. لذلك انا كنعتقد التزام المغرب على الصعيد الوطني والتزام المغرب على الصعيد الدولي هو التزام اولا لانه هذه قناعتنا، خصنا نحافظوا على بلادنا، ولكن ايضا لاننا داخلين في هذه الحركه والديناميه العالميه باش نحافظوا على العالم. ولذلك هي عمليه اليوم الكل يتحدث عن تيار عالمي وحركه عالميه خضراء للحفاظ على الانسان، للحفاظ على البيئه، للحفاظ على البشريه. طبعا اليوم السيده الوزيره والاخوان سيقدمون الحصيله، يمكن لي نقول لكم جميع المنظمات الدوليه والبرامج الدوليه والسيستم ديفالياسيون اللي صدرت كتكلم على ان المغرب من الدول اللي هي ملتزمه، اللي عندها مخططات، عندنا مخطط، عندنا استراتيجيه، عندنا مخططات استراتيجيات متعدده ومخطط متعدده، كاين التزام. ولكن احنا مطالبين ما نبقاوش هاد التقارير اللي كتخلينا نحتلوا مراتب كتزيد علينا مسؤوليه اكبر، كيفاش نبقاو في المقدمه؟ كيفاش نبقاو من الدول الملتزمه اكثر؟ كيفاش جميع القطاعات انها تلتزم؟ كيفاش جميع الجهات والمدن انهم يلتزموا؟ كيفاش جميع الصنايعيه انهم يلتزموا؟ كيفاش المواطن انه يلتزم؟ خلاصه الامر لا بد من تغيير منظومه الانتاج ومنظومه الاستهلاك في العالم. منظومه الانتاج في العالم المدمره ومنظومه الاستهلاك المدمره لا بد ان تغير. البارح كان واحد التقرير ما عرفتش واش الاخوان والاخوات طلعوا عليه، يعني تقرير كبير جدا اللي كيتكلم انه بامكان البشريه انها تقلل من الاستهلاك ب 50%، ان 50% زايد، وبالتالي 50% الاستهلاك اللي زايده وعطاو النتائج التاثير ديالها على الغابات، التاثير ديالها على المياه، التاثير ديالها على صحه الانسان، باننا منظومه الاستهلاك ديالنا، وهذا الشيء خصنا نقولوه
لما كتشوف في الحياة ديالك انه طريقه الاستهلاك ديالنا كتلقى واحد العدد ديال الامور زايده، وهذيك العدد ديال الامور زايده اللي ماشي ضروريه ملي كتشوف منين جايه، جايه من تدمير البيئه وتؤثر على المناخ. ولذلك البشريه مطالبه اليوم بمراجعه، المغرب مطالب اليوم بمراجعه منظومه الانتاج. هادشي علاش مشينا للاقتصاد الاخضر، مشينا للصناعات النظيفه، مشينا للطاقات المتجدده، مشينا للفلاحه يعني من نوع ما، ماشي للسياحه ديورابل، ماشي لو ديفلوبمون ديورابل على مستوى المدن. ثم ايضا لابد ان نغير منظومه الاستهلاك، وهادشي علاش كاين الان قوانين، وهادشي علاش كاين التقييم البيئي، وهادشي علاش كاين ضوابط في هذا المجال ديال 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 الاستهلاك. ماشي اي مصنع يدير اللي بغى، ماشي اي فندق يدير اللي بغى، ماشي اي اداره تدير اللي بغات. واختم لكي اقول، مهما تحدثنا معكم كصحفيين انتم راي عام، مهما تحدثنا مع المواطن، الا ما عطيناش المثاليه من الدوله، الا المواطن ما شافش السيارات ديال الدوله كتحترم البيئه وكدير الترشيد، لما شافش الادارات ديالنا كدير النجاعة الطاقية، لما شافش المدن ديالنا اللي كنسيروها كتعطي المثال، ما يمكنش المواطن ان يتبع. ولذلك جلالة الملك في اخر اجتماع ترأسه حول الطاقة طالب امر باش ان الدولة تعطي المثال، وهذا هو اللي خدم عليه السيد رئيس الحكومة واحد العدد ديال القطاعات، وهادشي اللي تكلمت عليه السيدة الوزيرة، انه على مستوى الادارات، على مستوى السيارات، على مستوى يعني النفايات، على مستوى واحد العدد ديال الامور، لابد للدولة من خلال مؤسساتها، وزاراتها، مؤسساتها العمومية، الجماعات المحلية، أن تكون سباقة للالتزام بهذه الدينامية ديال التنمية المستدامة. يشرفني أن أكون معكم طبعا، لأن هذا القطاع من القطاعات ديال الوزارات الثلاث، ولكن أيضا لدعم هذا التوجه السيدة الوزيرة يعني تقوم بواحد الدور كبير جدا، الإخوان في القطاع يقومون بدور كبير جدا. يمكن لي نقول لكم، يمكن لكم غتسولوا على شي حاجة، الحمد لله العلاقة، أعتقد هذاك الشيء اللي كيتكتب لعلاقات الوزراء مع كتابة الدولة نساوه، هذاك الشيء من وحي الخيال. الحمد لله كل شيء الوزراء مع القطاعات اللي معاهم تيشتغلوا واحد يعني مرة يمكن يوقع شي اختلاف، بعض المرات كيوقع اختلاف مع راسي، أنا كنختلف مع راسي. انا كنقولها دائما بعض، فنبغي تنقول مرات يقول راسي، مرات يقول لي يمشي هكا، مرات يقول لي يمشي لهكا، مره مع راسك يوقع اختلاف، ولكن طبيعي. ولكن الحمد لله يمكن لي نقول لكم نشتغل بواحد الطريقه بين القطاعين بواحد الطريقه جيده جدا، جيده ماشي عادشي، كنشتغلوا مع القطاعات الاخرى بطريقه جيده، يعني لانه كما قالت هي ماشي قطاعيه، هي اوريزونتال، يعني عندها التزامات كقطاع ولكن هي اوريزونتال، فكنشتغلوا مع القطاعات الاخرى. تنظن الان جميع الوزارات عندهم الان برنامج ديال التنميه المستدامه او المخطط القطاعي للتنميه المستدامه، القطاع الخاص كنشتغلوا معاه، الجهات كنشتغلوا معها، الجماعات المحليه كنشتغلوا معها، لان من المفروض تكون هاد كما قلت للصحفيين هاد سد ديناميك دونسومبل كوليكتيف، تيخص الجميع ينخرط فيها الى اخر مواطن. كما قلت لكم كيف يستهلك وكيف يعيش، لابد ان يكون ذلك مستدام. مره اخرى ما نطولش عليكم، يعني بالتوفيق مع ما ستسمعونه من حصيله ومن افاق مستقبليه، ورهن الاشاره في كل الاسئله. شكرا. شكرا السيد الوزير. نمر مباشره باش نقدموا معطيات يعني تفصيليه الحصيلة، على أساس أننا نفتح النقاش إن شاء الله حولها، وحول أيضا السياق العام، لأن كما قلت هذا موضوع أفقي وأيضا هام دولي ووطني. يلا غير الدوز هذوك كلهم باش كيف ما قلت في المقدمة، أن أهم ورش نشتغل عليه في كتابة الدولة التنمية المستدامة هو أن جلالة الملك حفظه الله شرفنا وشرف الحكومة بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي أول استراتيجية اعتمدت وصدقت في 25 يونيو 2017. بالتالي منذ ذلك الوقت اشتغلنا لتنزيلها، على اعتبار أن أول عمل كان بالطبع هو إحداث الإطار الحكامة لتنزيلها، بالتالي كان المرسوم رقم 655/17/2، على أساس أنه أحدث أيضا لجنتين، لجنات القيادة اللي هي اللي كتعد
الحكومه كلها والدوله، لان يعني كنقول الدوله لان التنميه المستدامه هي تعني كل المتدخلين بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني وايضا المؤسسات العموميه والاستراتيجيه ولجنه القياده. هذه لجنه القياده في هذه الحصيله ديال 2018 عقدت ثلاث اجتماعات. اشنو دارت في هذه الاجتماعات؟ عندكم التواريخ ديالهم. هو اننا عدينا 19 في الاول عدينا بخبره دوليه وبخبره وطنيه. خصنا نركز على هذه الخبره الوطنيه، هذه الكفاءات ديالنا اللي خصنا الناس يتنتبهوا انه هما الاساس في هذه البلاد. 22 مخطط قطاعي للتنميه المستدامه. في هذه اللقاءات الثلاث اللي كيجمعوا الكتاب العامون لكل القطاعات تم اعتماد ديالهم، بحيث ان في كل قطاع عنده البوان فوكال ديالو، كيتم التقاسم ديالو. اللجنه كانت عندنا واحد التاسك فورس ديال متكونه من السيد الكاتب العام وال يعني المديريه المعنيه ومجموعه من الخبراء خبره وطنيه ودوليه، البنود اللي عطانا لابوي. كانوا كيديروا لقاءات متتاليه مع الوزارات، بالتالي هذا العمل ديال الحكومه ماشي ديال كتابات الدوله. وبالتالي عندنا 19 قطاع اللي عنده دابا لي باد لي بلون داكسيون ديفلوبمون ديورابل ديالهم، اللي غادي ان شاء الله كاين اللجنه الاخرى اللي هي الفوق اللجنه الاستراتيجيه التي تحسم هذا العمل الاعدادي التحضيري، بحيث انها ستعقد ان شاء الله مستقبلا من اجل ان تبث في اول ورش اللي اشتغلنا عليه ايضا بالاضافه لهذيك 19 قطاع اللي هو ورش مثاليه الدوله. كيفاش كما قال السيد الوزير، كيفاش الدوله هي اللي تعطي المثاليه والرياده في واحد لا ماتريس اللي حنا هي هذه. تعميم اجراءات الجوده البيئيه في المباني لو باتيمون ديورابل. بالمناسبه جوان حنا عدينا لي تيرم دو ريفيرونس بالنسبه للوزارات كاملين على اساس ان يطلقوا الصفقات باش يديروا ليفالياسيون انفيرونمونتال ديالهم، كذلك يعني التقييم البيئي ديالهم فيما يتعلق كيفاش يقتصدوا الماء، كيفاش يكون عندهم الباتيمون فيه النجاعه الطاقيه يديروا السولير، كيفاش ممكن انهم يديروا لو تري. اذا هذا غيبين، هذا درنا حنا لي تيرم دو ريفيرونس، وغيطلقوا الصفقات على اساسها يبداو العمل العملي بالطبع مع الوكاله ديال النجاعه الطاقيه اللي هي تحت اشراف السيد الوزير. ادراج المؤسسات العموميه ضمن تدمير وتثمين النفايات كما قلت. وهذا ورش حنا نسعوا ان شاء الله مباشره بعد المصادقه على هذا الماتريس غنمشيو لكل الادارات من اجل اننا نديروا واحد العمليه ديال التعبئه جماعيه وانخراط، تعزيز المبادرات في دوله مشغله ومسؤوله. هذا ورش كبير ورش مستدام الى ماشي 2100 ولكن الى ان شاء الله لا حدود، لان كيفاش ممكن في النجاعه الماليه ديال الدوله تدخل دي زانديكاتور ديال ايضا يعني مقاوله مشغله ومسؤوله. وهذا ورش ان شاء الله غادي يدخلوا اول دي زانديكاتور اللي غيدخلوا هما اللي يدخلوا في القانون ديال الماليه 2019 فيما يتعلق بالوزارات، اللي عطاو كلهم دي زانديكاتور ودخلوا. بالتالي هذا ورش غادي يجمع دابا كلهم هذه ماتريز، ادماج المقاربه التشاركيه وتحسين الشفافيه ايضا نفس الشيء، ثم تشجيع نظام مستدام للمشتريات العموميه كما قلت، وتقويه مثاليه القطاع العمومي في مجال التنقل. هذا واحد الورش اللي هو المهم اللي غينطلق ان شاء الله. انطلقنا به حنا الصفقه راهي امضيناها، غناخذ 4 أو 5 ديال السيارات الكترونيه، وحده في الرباط والاخرى في 4 جهات اللي كنت قلتهم. وهذا واحد الامتحان، واحد التمرين غادي ناخذوه مجموعين. السيد الرئيس للحكومه ان شاء الله المحترم غادي يقرر شحال واش غنديروا حنايا، قدمنا من 10 حتى 20 وهو عنده توجه طموح، غنمشيو حتى 40% على اساس 44 من المرآب ديال القطاعات يكون بالسيارات الالكترونيه. هذه السيارات الالكترونيه فيها جوج الحوايج، فيها الماكرو وبنادم اللي خاصها تنخرط في هذا القطار الغادي، وفيها كذلك على المستوى الوطني. هو ان راه اللي قالوا لي الخبراء ها هما، وان صفر اكسبلواتاسيون، صفر بنزين وصفر ايضا مانتونونس. وخاصكم تعرفوا داك الروبيني ديال داكشي شحال فيه مورا ديال يعني غادي نقدروا نديروا انفيستيسمون ولكن راه غنربحوا في يعني في الاكسبلواتاسيون. وانا هنا غنعطي غير واحد المثال بين قوسين وما نطولش عليكم. الصور داك القصه ديال كوداك عقلتوا عليها كاملين الصوره. كوداك كان جا والرئيس ديال هذا ما حكى بعض الوزراء ان حكى انه جاء ولم يقتنع بان الصوره الرقميه سوف تخترق وسوف تطغى على العالم ولم يندمج في النظام، فكان ان سقطت كودا.
يجب الا يسقط المغرب ولا ينخرط في قطار الالكترونيك. دابا غادي هذا الشيء بالمناسبه لا كوميسيون اوروبيان كيف ما ربما غادي تشوفوا انها كانت قبل فيها تردد، دابا خدات ان الدول الزاماتها تمشي 30-40% في اعتماد لا موبيليتي ديورابل، بالتالي وهذا ورش كبير فيما يتعلق كذلك الباتيمون ديورابل. بالتالي بلادنا لا بد، لان كيقوى الشراء غالي وكيفاش نمشيو حنا خصنا غير الالكترونيك، ولكن هذا واحد مستوى ديال الربح، راه ماشي ديال الربح، لان وراه صناعه ديال السيارات وراه خلق مناصب شغل. هذه منظومه كامله تتعلق ايضا بالنموذج التنموي الجديد اللي قبيله قلت في المقدمه ديالي يتناقش العالم حوله في منتديات كبيره بحال جيسات والجويت، وايضا المبادرات الفرنسيه وان سميت بلانيت، وكذلك المبادرات الالمانيه خاصه. اذا هذا الورش ديال التنميه المستدامه حنا غادي نواكبوا القطاعات، عندنا ماتريس ديال المثاليه الدوله غتبدا في 2019، غادي يبدا اللقاء ستعقد في ان شاء الله اخر يناير من اجل القرار النهائي في هذوك ست اقطاب فيما يتعلق مثاليه الاداره ومثاليه الدوله. الورش الثاني هو اننا اختارينا في كتابه الدوله، وهذا غير ملزم لنا قانون، ولكن قلنا لابد بلادنا كتمشي في الجهويه الموسعه، لابد نمشي نواكبوا الوجهات. بالتالي مشينا تم توقيع على اتفاقيه اطار لتنزيل الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه في ثلاثه الجهات، جهه الدار البيضاء ستات وجهه سوس ماسا، وكذلك حنا دابا اليوم عندنا واحد البرمجه ديال كل الجهات اللي مشات لهم الاتفاقيه الاطار على اساس ان يدرسوها، وثم يتم كذلك في اعتمادها في المجالس الجهويه باش نعتمدوها في هذا الاطار ديال الحث وديال التعبئه اللي قلنا نفسي الوزير خصو يكون كتابه الدوله التنميه المستدامه مع الفريق ديالنا، هما اللي تقريبا يشكر لهم، ونتمنوا ان يكون عندنا الفرصه هذوك الناس كلهم اللي في الاداره نجبدوهم يكون في نفس الديناميه والانخراط. قمنا ب 19 زياره ميدانيه في 2018، هذا من اجل ايضا خلق واحد الديناميه على المستوى الترابي. نعم، الموضوع الشائك والكبير اللي ديال بلادنا هو البرنامج الوطني تدبير النفايات، ودابا حنا السيده الوزيره كتكلم لنا على المناخ وعلى هذا التشالنج ديال المشي والاقتصاد الاخضر وديال، ونحن لم نستطع بعد ان نجمعوا الازبال ديالنا. انا انقل لكم هذا اشكال حقيقي حتى نتكلم اللغه يعني الواقع واللغه، هذا اشكال حقيقي. حنا في كتابه الدوله في اول درنا دراسه في 2017 ودرنا البرمجه والتخطيط، قلنا ودي هذا الشيء كاين عندنا 25 مطرح مراقب، هادو خصنا نعمل على تحويلهم الى مراكز للتثمين. مراكز التثمين يعني في كل مطرح نديروا واحد الوحده ديال مركز التثمين، هو هذا اللي شفتوا في مراكش، كان المطرح كان مبني ودرنا فيه مركز للتثمين ب 30 مليون، بالاضافه الى وجده الى مكناس. الى مكناس هو راه مطرح ماشي سي او في، غادي تكون فيه الى هادو كلهم انطلقوا فيهم التمويلات، بالاضافه الى ام عزه، بالاضافه الى كذلك فاس، هو غنخدموا على واحد السي او في انرجي. كم المعطيات عندكم في الحصيله يعني بدقه، ولكن هذا هو التوجه. ما تم في 2018 هو الثلاث المراكز ديال تحويل، هاد الثلاث مراكز ديال التمر والتثمين، كذلك المشاريع المنجزه خلال هذه السنه اللي شفتوها انها كلفت 183 اللي كنشوف مزيان مليون درهم، على اساس ان كيف ما قلت لكم ان عندنا عندنا برمجه الى حدود 2022، بالتالي البرامج المشاريع في طور الانجاز برسم 2018-2019 هي اتفاقيات الدعم ديالها ماشي رصد، ولكن حول الى الجماعات المعنيه. كيف ما حنا عندنا اول مره في حضرنا جوج الحوايج باش نواكبوا الجماعات، وحنا مستعدين نناقشوا هذا النقاش حول لا غوفيرنونس ديال لا جيستيون ديال لي ديشي ميناجي، على اساس ان غيتم التحويل ولكن كونديسيوني كل عقار، لان المشكل الحقيقي هو ان كنمشي ونديروا المسائل وما عندناش بالعقار، بالتالي كيوقف داك الشيء. ثم من بين لي كريتير ديال ليجيبيليتي ايضا هو واحد نمشيو على الاقل 20% من لافالوريزاسيون، في مراكش راه فيه السي بي اس ديالو فيه 38 ياك حفصه 38%، على اساس. والفكره هو ان هاد وحدات هاد المراكز ديال التثمين تولي هي وحده
اصلا مشغله وحده ديال الفرز التسمين ماشي، وبالتالي هذا واحد المواكبه بالاضافه الى المشاريع المبرمجه كيف ما قلت اللي كتهم المعطيات كله ما عندكم، ولكن هذا هو واكبنا الجماعات لان هذا اختصاص ترابي باش نتفاهموا. اختصاص ترابي ممكن يديروا هذا الجهد كله ويكون فيه اشكالات، انا متفقه. اختصاص ترابي على اساس ان درنا المواكبه التقنيه مكتب دراسات عندنا على المستوى الوطني بالاضافه لمكاتب دراسات على المستوى الجهوي كتواكب هذه الجماعات. كنناقشوا هذا هو الجديد، كنناقشوا مع وزاره الداخليه باش نمشيو في الاس دي ار، ما يبقاش يعني تدبير ديال الجماعات ولكن يولي تدبير فيه الجماعات وفيه الكتابة الدولة ديال التنمية المستدامة وزارة الداخلية والمالية وفيه أيضا القطاع الخاص. احنا راه كنناقشوا وهذا كونديسيوني بالدعومات خاصة فيما يتعلق بمراكز التثمين. تفضل. هادو راه البرامج عندكم في الحصيلة. زيد السير الورش الثاني والثالث والمهم اللي كنشتغلوا عليه واللي حقيقه انا اتشرف ومستطعه وعندي ومستعده للانتقاد وكذلك للمحاسبه، هو ان الحمد لله بلادنا اليوم انطلقت في احداث منظومات ديال تسمين النفايات. عندنا الاولى كما كتعرفوا بفعل الديناميه للمغرب وكذلك الاصرار ديالنا حزنا على المرحله الثانيه البي سي بي، هو واحد نفايات خطيره بالمناسبه الله يسر اللي قاسته مباشره اللي كيكون في المحولات ديال المحركات اللي تصنعت قبل 1980 واللي قاسته يصاب مباشره او بعد حين بالسرطان. بالتالي بلادنا اليوم تقريبا على اهبه استكمال تنظيفها من هاد يعني الماده المسرطنه بواحد الوحده ديال التثمين اللي كاينه في بوسكوره. خدينا دابا لافاز دوزيام فاز باش نوسعوا هاد الوحده وممكن ان شاء الله تكون عندها كذلك استنساخ في افريقيا. المنظومه الثانيه اللي واجده الدراسه ديالها في اخر يعني المراحل ديالها وحنا في نقاش مستمر مع مكتب الدراسه درنا معاه مجموعه لقاءات بحضور السيد الوزير، هي المنظومه ديال السيارات المنتهيه الصلاحيه. هذا واحد الورش كبير سيهيكل بالطبع يعني لهذا القطاع، وهذا هذه منظومه ستحدث ايضا بتدبير وبتشاور افقي. المنظومه الثالثه هي دي 3 او هو كل النفايات الالكترونيه، ثم منظومات اخرى خاصه منظومات العجلات اللي كنشتغلوا مع شركات الاسمنت والمؤسسات ديالها باش نديروا واحد المشاريع نموذجيه بدينا في قنيطره. تفضل السي. البرنامج الوطني لتطهير السائل هو عندكم المعطيات كلها، الجديد هو هذا البرنامج الوطني لتطهير السائل بشكل مندمج، واللي فيه كيف ما قلت هو اننا ان شاء الله تمت المصادقة على في اللجنة الوطنية لتطهير السائل على هذا البرنامج اللي هو مفاده وهدفه اقتصاد الماء وحماية الموارد المائية، وايضا إتاحة المغرب انه يستفد من كل ما يعني واحد 700 مليون متر كوب ديال المياه العادمه اللي غتضاف ليها هاد البرامج والمراكز يعني اللي مستقبلا مبرمجه بما سنصل ان شاء الله من 950 او مليار متر كوب اللي غنستافدوها من هنا ل 2040. وهذا واحد ليس فقط ورش ولكن كيهم المواطن خاصه، لان الناس في العربيه دينا ليهم الماء وما ديناش ليهم كيفاش نحيدوا ليهم الفضولات، هذا بالتالي سيساهم بشكل مباشر. راه كتشوفوا بزاف ديال الجرائد كتكتب كارثه بيئيه، بالتالي موضوعه واصله هو هذا. المستوى الثاني هو ان الاشكال الحقيقي في انه يمس بالمنظومه الايكولوجيه ديال الموارد المائيه، ان شاء الله هذا البرنامج سيعمل على هذا، وهذا له كلفه كبيره خاصه كما كتعرفوا ان المجال القروي هو كذلك محضن وحاضنه للقطاع الفلاحي. بالتالي هذا ومعنا بالتالي هذا البرنامج اضيفت له وزارتين بالاضافه للداخليه والماء
وضيفت لها وزاره الفلاحه، لان غيوليو المهنيين الفلاحيين غيستعملوا من هنا ل 2040. وبالمناسبه راه بدينا هذا البرنامج، ماشي عاد غنعلن عليه، ولكن راه بدينا عمليا. بدينا في الصويره، انا اكتواليزيو غنديروا لاكتواليزاسيون ديال ليتود بوغ افوار لو تيرسيير باش نمشيو نديروا غادي يعني نستافد منه الجولف، وكذلك بالنسبه لنا للرباط. هذا مهم ايضا فيما يتعلق في ما ذكره السيد الوزير في حمايه الساحل. كتعرفوا ان المراكز القرويه اغلبها واحد على الاقل من 30 حتى 50% هي ممتده على الساحل، بالتالي قد نهدد لا قدر الله في اننا نفقدوا لي بافيون بلو اللي خديناهم، اللي كانت صاحبه السمو الملكي لالا حسنه من يعني المبادرين والمرصدين لهذا يعني المكسب الوطني الكبير. وبالتالي هذا البرنامج ايضا سيعمل على ايقاف ذاك النزيف، ان ذيك المياه العادمه تصل الى الساحل، وبالتالي غادي وثم اكبر نسبه ديال المياه العادمه هي على المدن الساحليه. وبالتالي هذا واحد الورش، واحد يعني الملف الحمد لله اللي بتوفيق من الله، وبكذلك مبادره ما معناش واحد السيد راه تعين عامل في وزان، هذه مناسبه باش نذكره اللي هو السي شلابي. هذا هو كنا كملنا المشروع ديال البرنامج الوطني لتطهير السائل تقريبا على اهبتي ان يكمل، وقلت له هاد 600 مليون خصنا نشوفو مع الفينونس نقنعوهم على اساس ان ندمجوا هاد 600 مليون في بعض المراكز الحاضنه للمدن الكبرى. ويقول لي مادام راه كاين عندنا واحد الدراسه قلت لي اذا اون لاكتواليز ونمشيو اشنو ممكن نديرو. فخرجت هاد الدراسه بفضله وبفضل الزملاء كلهم اللي معاه، سي اللي ما ذكرش شي واحد يسمحوا لي، سي فرح، مجموعه من الاخوان، بفضلهم كانت هذه الدراسه. فاخرجت ان ممكن ب 600 مليون يضاف لنا الماء 140، تضاف الفلاحه وادماج التعاونيات الفلاحيه، سنصل باذن الله ان بلادنا غتصل الى مستوى ان تستثمر مليار ديال متر كوب ديال المياه ديال اللي غادي يولي ليس فقط السقي، كذلك الخضروات الطازجه. شي قالوا لي البارح، قالوا لي راه ما كاين فيها حتى مشكل، بالتالي باش حتى لا كونسيبسيون لا بيرسيبسيون ديال المغاربه ما يكونش فيها مشكل، راه البلدان كندا مجمل، كندا جزء كبير من المياه العادمه كتستعملها رغم ان لا تحتاج الى ذلك. المانيا، وهذه تجارب في حضورنا في مجموعه المنتديات حضرنا لها وشفناها. تفضل سي المشاريع عندكم في الحصيله. باش نقاطعك رجعي لهذاك عيبش الصحفيين، هذه واحد الرساله. بلادنا ما بقاش الحمد لله الان كتشتغل على المدن الكبيره وكذا. شوفين انا كنت بغيتك تذكري الاسماء الان كنشوفوا الاسماء اللي كاينه، بمعنى انه هذه الفوارق المجاليه الان كاين مخطط ان ما تبقاش الفوارق المجاليه في البلاد ديالنا، غنمشيو للمجالات المهمشه، لذلك الاسماء معبره مزيان يركزوا عليها الساده الصحفي. لا ما كاين حتى مشكل، مرحبا. كيف ما قال السيد الوزير هذا فعلا واحد، وثم راه خصكم تعرفوا راه مجموعه والساده الصحفيين مشكورين، انا كنقول مشكورين لان كيديروا الزوم على مجموعه الاشكالات اللي كاينه دابا في العالم القروي. الناس مساكن كانت عنده الدويره نقيه، الحقل ديالهم قاد، كل شيء، وكنا مشينا للعروبيه واللي وكنا نستمتع. الناس دابا كيخرجوا ديك الفوسيبتيك ديالهم انتشرت يمينا وشمالا على اساس لان دينا الماء وما ديناش ما درناش تطهير السائل. بالتالي هذا البرنامج له اهميه كبيره، وهذا هو المشكل عندنا في البيئه. احنا كل شيء كيتصب عندنا، الو مدام في الساحل وقع هذا، وقع هذا، وقع هذا، كل الشكايات المتعلقه بكل المجالات الهشه، المجالات الطبيعيه كتصب عندنا. وبالتالي هذا البرنامج غادي تكون عنده ان شاء الله معالجه ديال واحد الكلفه كبيره هي صامته في يعني في 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 تدهور مجالات كثيره ايضا. تفضل. انا ما عطيتش بعد التفاصيل، غترجعوا ليها في الحصيله اللي عندكم، هي مطبوعه ومقدمه بشكل هذه عندكم، راه عندكم في الملف اللي البرنامج. كيف ما كتعرفوا ان بلادنا خاصه في على امتداد بعض المجالات الهشه اللي هي الساحل، كتعرف واحد يعني الضغط فيما يتعلق بال يعني الحمد لله واحد التوجه، واحد الارتفاع ديال التصنيع بالمغرب،
وهذه المشاريع لن تتوقف، ولكن وجب فيما يسميه الخبراء ديالنا التكييف والتأقلم. وبالتالي من هو اننا دابا هو اننا كانت عندنا منح اللي هو صندوق مكافحه التلوث الصناعي، كان منحه الاليه التطوعيه لمكافحه التلوث الصناعي المائي، اليوم فيه حصيله غتلقاوها في البرنامج، ولكن انا الجديد هو نخبركم اننا في اطار بلوره آلية تكون يعني أفقية مع الوزارات المعنية باش يولي عندنا كيف ما عندنا برنامج ديال مكافحة التلوث على الطير السائل والنفايات، هذه النفايات الصناعية يكون عندها الأولوية في هذا العام اللي هو كما مجموعة الصحفيين كيعرفوا هو الإشكال ديال المرجان. حنا نبشركم أننا ثلاثة ديال الاتفاقيات اللي كاينة في ثلاثة الجهات هي قايدة، وداكشي ديال الزيتون، داكشي اللي في المعاصر ديال الزيتون، الاخوان راه عارفين لان عندهم مجموعه شكايات كيعالجوها اعلاميا. بالتالي ثلاثه ديال هي طورة يعني التوقيع ثلاثه الاتفاقيات ديال مع سوس ماسا ومع مراكش اسفي ومع فاس مكناس. فاس مكناس كاع حددات وقعت في طور التوقيع، غنوقعوا على الاربعه اللي جايه ان شاء الله، على اساس ان نعالجوا بعد ليغجونس. ثم كاين اتفاقيه اخرى وطنيه اللي فيها حنا والفلاحه والتجهيز والداخليه والماليه اللي فيها المعالجه يعني موضوع، لان هذا كان ايضا نتيجه واحد التوجه ديال بلادنا، لاننا غرسنا على الاقل في كل اقليم 1000 شجره زيتون، ولكن للاسف ما درناش لهم لي ستيب والمحطات المعالجه ديالهم. بالتالي هذا البرنامج بدات اتفاقيه تعالج من هنا المدى القريب والمتوسط، على اساس الاتفاقيه الخاصه بين هذه القطاعات تعالج على المستوى المتوسط والمدى البعيد. هذا البرنامج الوطني للهواء، هذا الهواء اللي ما كنشوفوش حقاش كلشي كنشوفوه، النفايات كتبان لينا، ولكن الهواء حتى واحد ما كينتبه ان اذا كان ملوث. اللهم اذا وصلت المقذوفات في الهواء درجه يعني مرتفعه كالاشكال اللي كاين دابا في الجراده، وحنا كان بالمناسبه كنعالجوه، راه غادي تمشي هي كسيدي الكاتب العام غتمشي غنديروا محطه ثابته ديال الهواء في جراده وغنعالجوه. لوديت غيكون لوديت سيتيون بوات فرونسيز اللي غتمشي دير لوديت تماك، على اساس ان نعالجوا المساله بشكل مستدام. وهذا هو التوجه اللي كنقول، انا كنقول هذه بلادنا، نشجعوا الاقتصاد، نشجعوا الصناعه، نشجعوا المؤسسات اللي كتخدم للدوله في الطاقه، لان المغاربه بغاو الكهرباء، ولكن يجب ان تكون لدينا الجرأه الكامله من اجل ان نمضي في كل الميكانيزمات ايضا القادره بانها ماشي كتحد غير كتقلص فيما يتعلق بالتاقلم من يعني التبعات والتداعيات ديال الكلفه ديال تدهور الهواء. بالتالي انا نسد القوس، هذا البرنامج المولود الجديد اللي هو البرنامج الوطني للهواء فيه جوج ديال الحوايج. في اولا المغاربه غيوليو عندهم القياس ديال جودة الهواء على مستوى كل إقليم، على مستوى كل مدينة، على مستوى كل جهة، هذا مهم. وغادي ننطلقوا في تجهيز الشبكات ديال الهواء من المدينة اللي فيها 200 ألف نسمة. المسألة الثانية هو أن يولي عندنا تقرير جهوي وتقرير وطني على رأس كل سنتين. الجهة الثالثة وهي الأهم هو الكتابة الدولة للتنمية المستدامة التي كتنسق على المستوى الأفقي، كتعطي المسؤولين السلطات المحلية سواء السيد العامل أو السيد الوالي، لأن هذا البرنامج يكاس الزيادة هو بمرسوم، والسيد العامل والسيد الوالي من واجبه أنه كيتخذ الإجراءات اللازمة تقنيا. كنعطيو حنا المعلومة كيفاش كيدير الإجراءات اللازمة من أجل أن يخفض كلفة الهواء. هذيك 10 المليار ديال الدرهم اللي المغاربة إما كتصيبهم في صحتهم اللي مريض بلازم الوليدات والنساء ستعالج إن شاء الله بهذا البرنامج. بالتالي غتكون تغطية أساسية. حنا على المستوى الترابي كيف ما شفتوا بدينا كنديروا التحويل للجهات، على أساس حولنا الجهة ديال دار بيضا سطات، الرباط، سالة القنيطرة، كذلك بني ملال، خنيفرة، مراكش أسفي، والعيون، الساقية الحمراء، واتخذنا بشكل استثنائي إجراء لوريونتال.
بشكل استثنائي بحال خدينا القرار على اول البارح، اول البارح اللي خدينا القرار غنديروا وحده ديال سميتو بشكل استثنائي في لوريونتال خاصه في جراده. هذه بمناسبه باش الاخوان تكون عندهم الفرصه. خدينا القرار غير البارح وان شاء الله غادي نطلقوا الصفقه باش ناخذوا تماك، ما كانش مبرمجه ولكن هذا الاشكال برمجناها على اساس ان تولي عندنا المعلومه تتقاسم الساده الولاه والعمال كيولي عندهم التقرير يعني الدوري ديال السنوي او الدوري. لا اشنو درنا عمليا ايضا، حدثنا لجان ديال المناخ في الجهات ودرنا لهم تدريب عن طريق المكتب سي البوشه هو معنا المختبر الوطني للرصد، راه تقريبا درنا تقريبا نص الجهات اللي هم التكوين هما ولي زوغيد اللي عندنا المراصد المديريه ديال لي زوغيد درت لهم التكوين على اساس هذيك اللجنه هي اللي كتشتغل عمليا كتبقى تحديد ديك لي ستاسيون كدير لها ليفالياسيون وبالتالي هذا العمل الحمد لله راه هو انطلق وحصيله ايضا مشرفه للقطاع بفضل الخبراء ديالو الطاقات ديالو بفضل الحمد لله. يعني ايضا هذا البرنامج اللي هو مولود جديد ربما ما كنشوفوش الهواء ولكن هذا مولود جديد انا كيشرفني اني ازفه اليكم والى المغاربه كاملين. تفضل سي هادو البرنامج حماية التسمية الأوساط الطبيعية، هذه اتفاقيات كانت توقعات أمام سيدنا فيها تحويل وحنا تشرفنا أيضا بأننا يعني نلتزم ونوفي بالتزاماتنا بحيث أن تم تحويل كل يعني الالتزامات وكنواكبوهم تقنيا من أجل لأن بعض الاتفاقيات كانت تقديمة في حقها وبقات معطلة كنواكبو باش هكذلك أن يتم التفعيل كل ما يتعلق بتهيئة المطرح ديال النفايات في سيدي مومن. بالمناسبة هذا كانت عنده علاقة بالأحداث المأساوية اللي عاشها هذيك سميتو، بالتالي إن شاء الله غيكون واحد المجال الترفيهي للساكنة ديال سيدي مومن فيه 19 مليون ياك 19 من حافظ أنا الأرقام، تحويل مليوني درهم لجماعات المهدية لتهيئة ديك المحمية ديال سيدي بوغابة، وثم إحداث حزام أخضر بمدينة زاكورة اللي هو في طور التحويل، وكذلك المرجى الزرقاء اللي مع السيد الوزير الاتفاقية في طور التوقيع. وان شاء الله غادي على المستوى المدراء ديالنا الله يجازيهم بخير راهم كيتابعوا التفعيل ديالها على المستوى الترابي. حمايه الساحل، انا الساحل بغيت نقول فيه واحد الرساله للساده الصحفيين بعدا بغيت نطلب منهم انهم يهتموا بهذا الموضوع الجيك، هذا الموضوع ديال الجيك بغيت نطلب الناس اللي كيهتموا من الصحفيين والاعلاميين بالبيئه يكون عندهم في لو طابلو دو بور ديالهم الساحل. راه الجيك قال ان بعض المدن الا ما درناش اجراءات بالتالي باش تحاسبونا وباش هذا الموضوع يولي موضوع نقاش في بلادنا اذا لم تتم اجراءات من هنا ل 2050 او من هنا ل 2100 قد تنقرض بعض الاحياء او يوصل الماء لبعض المنشات لا قدر الله المرتبطه. هذا ما قاله لو رابور ديال الجيك. بالمناسبه اول مره ويصحوا لي الاخوان اللي لا كوب 24 اعتمد وتبنى يا كسي تبنى لو رابور ديال 1.5 عرض وتبنى يا كاد معلومه صحيحه ياك تعرض وتبنى لان كان كيعرض على هامش المؤتمر المناخي بالتالي هذا واحد الزواج بين القرار السياسي وبين الايكولوجيين كذلك من لان كاين اشكال حقيقي وكاين تهديد حقيقي. بالتالي اشنو درنا حنايا البارح كان عندنا لقاء باش نعطيو اللمسه الاخيره باش يولي عندنا المخطط الوطني لحمايه الساحل على اساس ان القانون الحمد لله عندنا دار في 2014 في لغه الحكومه السابقه وغيكون عندنا المخطط الوطني للساحل اللي هو افقي واللي ان شاء الله الاساسي تكون عندنا كما قلت انا الاخوه اللي قدموا الدراسه البارح قلت لهم خصو يوليو عندنا واحد الاليه نبداو في بلادنا تولي عندنا اليه ديال الحكامه من اجل اننا في لا فان ديال التونيل بيبان لنا الضوء ديال الرقابه ما يقع في الساحل لان الان كاين ضغط كبير عليه وهذا واقع ولكن كاينه كل الاليات لا تقنيا ولا ماليا من اجل ان تحمي فيما يسمى بالحمايه لا بروتيكسيون والتثمين والتأقلم. هذا هو من اجل حمايه الساحل وان شاء الله سنكون ان شاء الله سيكون لنا الشرف في يعني في الاشهر غالبا في اخر فيفري كسيد الكاتب العام باش نعرضوا المخطط الوطني للساحل اللي غادي يكون عنده كذلك التنزيل ديالو ترابيا لان القانون كيقول ان لابد ان يكون عندنا تصاميم ماشي مخطط تصاميم جهويه للساحل وانا رجاء نعاودها اهتموا بهذا
بهذا الموضوع وتهتموا بكل انا واضحه بكل المعاني. على المستوى المبادرات عندنا القانون، عندنا المشروع المخطط اللي سيعتمد قريبا، وهذا من كذلك الانجازات في العزيمه في الحصيله المشرفه لكتابه الدوله التنميه المستدامه. وعندنا مشاريع اللي كنديروا كما كتعرفوا سون دي بروجي بيلوت، مشاريع نموذجيه. ميت بول درنا معاه واحد التمرين كيفاش الا كانت شي كارثه بيئيه ممكن لا ستيمولاكس عفوا ستيمولاكس درناه في اكادير، ممكن التدخل الافقي الترابي المندمج لي من اجل ان تتم مكافحه التلوث البحري. ثم واحد المشروع اخر داروا المكتب المختبر الوطني للرصد ومكافحه التلوث اللي تابع لكتابه الدوله التنميه المستدامه، وكان ايضا برنامج من اجل كانت فيه شاركت فيه مجموعه الجمعيات اللي ايضا تمرين من اجل تحديد بعض المواد الملوثه الدقيقه جدا، وكانت فيه معايير علميه وتقنيات تكنولوجيه متطوره في هذه العمليه. وهذه بلادنا اعتقد هي البلد الوحيد اللي استفاد من هذا في البلدان الافريقيه والعربيه اللي استفاد من هذا التمرين ايضا، والحمد لله هذا غيجينا كذلك سينسجم مع التوجه ديال بلادنا اللي غادي نعتمدوا المخطط الوطني وسيسهل العمليه بالآليات اللي عندنا خاصة المختبر، وأيضا على المستوى الوطني مجموعة المؤسسات لنغاش مجموعة ذكرت فقط واحدة منها. إذا كتابة الدولة التنمية المستدامة بفضل أيضا الدعم الدولي عرفت واحد المشروع النموذجي اللي هو مشروع التدبير المندمج للساحل بالجهة الشرقية اللي هو جيسك. هذا كان عنده واحد النتائج خارقة والآن يسوقون لوفيم كتسوق له باش دير برامج ودير مشاريع في دول أخرى خاصة إفريقية وعربية الإنجازات اللي تحقق كان 1561 مستفيد مباشر منهم 439 امرأة، قالوا امرأة ولكن أنا اللي شفتهم فاش مشيت عندهم أغلبهم شابات 28% 11100 ديال منصب شغل فيها 319 منصب قار في مجالات تربية الطحالب والمحار تربية النحل السياحة الإيكولوجية، كانوا 3 ميزون دوت اللي كانوا داروا والأشجار المثمرة. وهاد حنا كنشتغلوا دابا ودعوا معنا يوفقنا الله أننا غادي نديروه، لأن أصلا القاعدة هو لا استفدتي مرة واحدة ما تستافدش، ولكن حنا راه كنتذاكروا باش إن شاء الله نجيبوا دعم أو نشوفوا أن تمويلات أخرى من أجل أن نستنسخه ونحتفظوا على الكوميتي دو بيلوتاج بي في جهة الرباط سلا الخنيطرة. تفضلوا. المناخ، تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المناخ، أنا نذكر فيها جوج ديال المشاريع الجديدة في اللي غتعرفوهم سنة 2019 وهي حصيلة لعمل ديال 2018، وأننا اليوم المغرب كيتوفر على مخطط وطني للمناخ، لان كانت مجموعه ديال الدراسات واحد السوق ديال الدراسات ومزيان مكسب مزيان، ولكن انا سالت ملي جيت قلت لهم واش عندكم مخطط وطني اش غنديروا مخطط وطني للمناخ. بالتالي راه هذا السي الرازي راه هو يكفي في يعني في المراحل الاخيره اللي من اجل اننا نقدم مخطط وطني للمناخ، والحمد لله بلادنا كما كتعرفوا بفضل توجيهات الساميه ديال سيدنا اننا الحمد لله راه عندنا واحد مستوى كبير ديال المصداقيه والرياده. بالتالي هذا المخطط ديال المناخ غيكون عنده جاذبيه اكثر من اجل تمويل مشاريع المنبثقه سواء على المستوى الوطني او على المستوى الترابي. غادي نقدموا ان شاء الله في ما القريب. المشروع الثاني اللي مهم الجديد لان عندنا المساهمه المحدده وطنيا المغرب كان قدمها في 2016، اشتغلنا على اساس ان نخرجوا منها واحد 8 ديال المشاريع كبرى افقيه باش نقدموها للمانحين في اطار التعبئه العالميه اللي كاينه في لادابتاسيون، لان في التاقلم ماشي في التخفيف، في التاقلم. وبالتالي هاد المشاريع درنا واحد تاسك فورس، سي الكاتب العام ياكو استاذ سيرازي، وهذا درنا تاسك فورس مع واحد الخبير ديال البنود باش يخدموا لنا هاد المشاريع الثمانية ونديروهم في السيركوي لو بلوتو بوسيبل باش ممكن ما يمكن ان نجيبوه لبلادنا.
ثم قدمنا هذه تقريبا ثلاث اللي فات انا قدمنا صيفط مراسله شخصيه لواحد المنصه اللي كتشمل 100 دوله. انطلقت هذه مبادره انطلقت على هامش المؤتمر المناخي 22 والانديسي بارتنرشيب، هما مجموعه ديال الدول الهدف هو مواكبه الدول اللي عندها المساهمه المحدده وطنيا، اولا انها تبدل، انها يقوم واحد العمليه ديال تبادل الخبره وكذلك المشاريع المتعلقه بتفعيل الانديسي ديالها المساهمه المحدده وطنيا. ثم الاساسي الميزه ديالها ان معهم القطاع الخاص، بالتالي حنا قدمنا مشروع مشاريع من اجل ان تمول او نديروا شي فريق عمليه كالسراج، نديروا شي فريق عمل بيننا وبينهم، نبداو نخدموا على واحد الاليه درناها جميعا. لان انا كنت كنتراس الى جانب السيده الوزيره الالمانيه لمده سنه والحمد لله نجحنا، انطلقنا من 40 دابا وصلنا ل 100 دوله واحتفلنا على هامش الكوب 24 بهذا النصر وبهذا ودول اخرى خاصه افريقيا هي عندنا الطلبات ديالها، وكي حنا وبقينا دابا في سكرتاريا ياك حنا بقينا في السكرتاريا، بالتالي قدمنا ما يسمى بلو بي بي لو بارتناري بي على اساس ان بلادنا يولي عندها شراكه موقعه وفيها ان بيتي بلون داكسيون باش تكون المواكبه ديالنا في تفعيل واحد. خصنا نجيبوا واحد 24 مليار ياك ولا 17 من 42 مليار، خنجيبوا 24 مليار يا 24 مليار اللي محتاجينها باش الانديسي كلها نوفيو بها من هنا ل 2050. كما تعلمون 17% هي مؤمنه الحمد لله بالطاقات المتجدده. ثم درنا خريطه الطريق لانجاز المخطط الوطني للتكيف، هذا الشيء المهم التقني، ولكن مزيان نبتين نشرح حاجه بداك الشيء اللي شرحوا لي مهم جدا. دابا التكيف لان هذا هو الاشكال اللي كان في لاكوب 24، كان الاشكال هو النقاش، انا ما تعطينيش التخفيف ولكن اعطيني التكييف وانا غنعطي مثلا واد السوس، واد السوس فيه داك الوحل فيه الغيظ. دابا كيقول لك انا ديما المانحين كيقول لك انا نعطيك يا سيدي نعطيك دير التخفيف باش تطلع الاكسجين في الهواء. البلدان اللي هي كيف ما قال السيد الوزير انها اما سمعوا لي ولا لا لا نكمل هذه بعدا نكمل هذه. لا اشرحي لي مدى 24 مليار كيفاش بمعنى البرامج ديالنا كنقدموها كنجيبوا التمويل مقابل. مزيان شرحيها مزيان شرحيها. واخا نرجع ليها. لا هذه مهمه حقاش انا ملي شرحت في القطاع وايضا في المنتديات الدوليه مهمه جدا، لان هذا هو النقاش اللي كان في المؤتمر المناخي. لماذا؟ لان الكل يتساءل علاش كان هذاك الامتناع التمنع وكانت المقاومه، لان كيقول لكم ودينا نعطيكم التخفيف باش نغرس لكم 100 شجره نغرس، وهذاك الشيء كاين عنده في الكوبيراسيون بيلاتيرال ساهل، ولكن صعيب عليا الدول المصنعه اللي هي المسؤوله على الكوارث ديال التغير المناخي في الدول الفقيره خاصه الافريقيه انها تمول لادابتاسيون التكيف. داكشي بعدا اللي اصلا دابا واقع، اما شي لاك ما بقاش فيه الماء، اما شي بالتالي مثلا لاك دو تشاد ولا مثلا شي واحد هنا في المغرب ما بقاش فيه الماء وفيه، كيفاش ممكن نعيدوا ديك الدوره الهيدروجينيه المائيه اليه؟ هذا كيتطلب واحد التكنولوجيا وواحد التمويل كبير. بالاضافه مثلا الى اين نقول انا مثلا في اكادير لا بينا نديروا مشروع دادابتاسيون، اي مالح يقول لك انا نجي ندير لك 5000 ولا 5 مليون ديال الشجره سهله، ولكن باش ندير لك واحد البروجي اللي كيتطلب تمويل كبير وتكنولوجيا دقيقه هو بالتالي. والحمد لله كيف ما كتعرفوا ان كان توافق على اساس ان خاصه صندوق التكيف العالمي كذا والفون دي دابتاسيون صندوق التكيف العالمي وافقوا على اننا هو ستضخ فيه 129 مليار. وحنا ولهذا عدينا خارطه الطريق، لان انا شرحت هذا الشيء باش حقاش كيقول لك هذه دارت مخطط وطني للتكيف شنو كاع، عدينا خارطه الطريق الخبراء اللي عدوها للتكيف باش حنا وطنيا وترابيا نقدروا ندغينيو هذوك يعني التمويل المناخي. بالطبع حنا من بين البلدان الحمد لله اللي رياديه ومتالقه حقيقه، اننا درنا البلاغ الوطني الرابع لا تخوازيام، اولا الثالث كنا درنا لا تخوازيام كومونيكاسيون شونجمون كيماتيك، ودابا رحنا في يعني اللمسات الاخيره باش يكون تكون عندنا
البلاغ الوطني الرابع للمناخ، وانا كندعو الصحفيين باش يقلبوا على هذا سميتو، لان باللقاءات اللي كندير انا مع الخبير فيها مؤشرات مقلقه اللي خص الناس يبداو يتذكروا عليها. بلادنا خصها تذكر على هذا الشيء في قطاعات متعدده، وخص الناس تبدا باش يكون مشاريع قرارات جريئه لبلادنا من اجل حمايه المجالات خاصه الهشه منها. تفضل. نفس الشيء هو اللي كيحكمنا في كتابه الدوله التنميه المستدامه، الا شفتوا هو هذا كنمشيو وطنيا، ولكن كنمشيو ايضا اشنو قدرنا ممكن نديروه جهويا. بالتالي بفضل ايضا دعم دابا جهات سوسماس درعا عندها واحد الاليه في هذا ما يتعلق بالتكيف، اللي هو واحد السيستم اميرفي اللي هو فيه الابلاغ والرصد والتحقق، وهذا كاين الحمد لله الدار بدعم امريكي من صندوق بشراكه مع الصندوق الاخضر، وان شاء الله حنا راه كنطلب راه كنكثر على هذوك مساكن الخبراء، ولكن يصبروا شويه نشوفوا الا كان ممكن نشوفوا شي جهات جوج ولا ثلاثه باش ممكن نجيبوا ليهم هذا كذلك مشاريع فيما يتعلق بهذا النظام الوطني للقياس والابلاغ والتحقق. هي منظومه معلوماتيه كتدخل فيها جميع المعلومات ديال البيئه والتنميه المستدامه والمناخ، وكتولي الجهه قادره اقليميا ومحليا وجهويا كدير واحد العمليه ديال الرصد وديال الابلاغ وديال التحقق اشنو دار التغير المناخي في المجالات اللي عندها. وهذا الحمد لله راه كاين لاجيزات هي اللي كدير معاهم المواكبه، كونات لهم الخبراء ديالهم راه كيديروا هذه العمليه باش. وبالمناسبه راه اكتشفوا نيت مجموعه الهشاشه في بعض المناطق وهذا اللي تقدر تكون فيها، وهذا مهم جدا بوغ لا بريز دو لا ديسيزيون. نعم. هذا التنوع البيولوجي هو هذا عنده فيه مجموعه ديال الشركاء والقطاعات، وحق بحق فيه يجب ان نقول اننا كنخذوا واحد التفكير من اجل ايضا ان يكون عندنا هذه المساله ديال التدبير لا غوفيرنونس تكون عندنا موحده، لان للاسف وجب ان نعترف مازال ما عندناش تدبير موحد. حنا راه كناخذوا واحد العمل تشاوري من اجل ان نقرر كذلك في التدبير ديالو والحكمه ديالو من اجل حمايه التنوع البيولوجي اللي كاين في بلادنا وحمايه المواطنين المغاربه القاطنين معنا منذ قرون اللي هما من النبات والوحش. بالتالي انزل شويه عفاك، نزل عاود هذاك. اشنو درنا في هذا التنوع البيولوجي؟ عاود سي يا ما تبعش معايا سي مقصيد، ايوا خصك تقول لي راه ما قلتيش اشنو داروا خوتك. دابا حنا لان اهم طريق للاصلاح هو القانون، بالتالي الامانه العامه والحكومه سي زياد ياكد وسيد المدير انها توصلت بقانون لحمايه الموارد الجينيه. كيفاش يكون عندنا ان ايكوسيستيم واحد الاليه من اجل الناس اللي غادي يجيو يخدموا في اللي غيستعملوا التعاونيات اللي كيستعمل كل ما يتعلق بالموارد الجينيه يكون واحد ان سيستم دو كونترول دو ديفالياسيون، ما يجيش ويديه لشي مختبر ولا يجي. بالتالي هذا واحد المشروع قانون مهم جدا. تفضل. راهو في الامانه العامه للحكومه، ودرنا مشاريع غتلقاوها في الحصيله مشاريع نموذجيه في بعض الجهات، ولكن هذا هو الحصيله المهمه. الحصيله القانونيه مهمه ايضا فيما يتعلق اللي تطرقت ليه المرسوم اللي يتعلق باحداث اللجنه الاستراتيجيه ولجنه القياده. التغير المناخي انا غنصدعكم شويه كاين مزيان باش يبداو الناس يهتموا بهذا التهديد الصامت، راهو في سلاوة طالع الماء، في دابا الاطلس فيه ناقص 7، ولكن اش غنديروا؟ بالتالي بلادنا راه دوزنا المرسوم اسبوعين 3 اسابيع قبل لاكوب ولا او قبل شهر تقريبا بالنظام الوطني لجرد الانبعاثات الغازات الدافئه. حنا صحيح ما لسنا ملوثين، ولكن هذا النظام غادي يمكننا باش تكون عندنا ديك المشاريع اللي قلنا ديال التكيف، وغتكون فيها جاذبيه كذلك للو، ثم نظام اننا ملزمين فيها في هذاك الباكيج ديال الانديسي وكذلك كل الالتزامات الوطنيه الامميه المتعلقه بالتغير المناخي. كما قلت مشروع القانون المتعلق بالحصول على الموارد الجينيه والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئه عن استخدامها، هذا مشروع مهم جدا، وانا ادعوكم ايضا لتخصيص بعض الامور لتبسيطه لا فولغاريزاسيون ديال هذا. ثم وهذا بمناسبه الدول كلها اللي عندها حبها الله بخيرات راه عندها ميكانيزم دو كونترول، وكذلك كيفاش يستافدوا الساكنه منه. النفايات نشتغلوا باش نعدلوا القانون ديال 28.00. الناس اللي ينتجوا نفايات اكثر من المواطن
لي غون برودكتور خصهم يخلصوا. هذا راه حنا دابا كنناقشوا فيه ان شاء الله غادي سنعلنوا عنه في القريب العاجل باش ندخلوا سواء لا ريسبونسابيلتي سوسيال لارجي سواء ايضا شكل من اشكال يكون في القانون تضمن ان المنتجين الكبار للنفايات يخلصوا ماشي بحال المواطن. وهذا كذلك راه حنا كنناقشوا باش نديروا واحد لي فيش للجماعات الترابيه باش بدا تدخل لي فيسكاليتي خاصه المدن اللي فيها راس طلبتها من الاخوان باش يوجدوها للجماعات باش ياخذوا قرارات باش يديروا لا فيسكاليتي اون تيرم في دور لو دومين ديال لي ديشي. نعم تفضل. مشروع التقييم البيئي راه داز في سميتو ان شاء الله غادي ان شاء الله يقدر يتنشر قريبا. الساحل كما قلنا راه حنا اعداد النصوص التطبيقيه ديال القانون باش ان شاء الله تكون واجده ملي نعلنوا على المخطط الوطني للساحل، لان غنديروا مخطط وطني يكون فيه تصاميم. غيقول لنا الساده دابا كيقول المشكل ديال الانزا دابا كيقول لي السيد الوالي عطينا اشني نطبق، كاين القانون عطيني نطبق القانون. بالتالي كاين لها فوات خص هذا الدار. بالتالي ان شاء الله راه اعداد النصوص التطبيقيه هي طيوره يعني الانجاز، وهذا كذلك من الحاصل المشرفه لكتابه الدوله لحمايه 3500 كيلومتر ديال بلادنا من الساحل. تفضل. انا غادي الارقام المراقبه البيئيه ومنح التراخيص، وهذه مناسبه باش نقول قدامكم الاخوان ديال المراقبه يسمحوا لي لان ربما جي اكزاجيري باش يديروا بزاف ديال دارت تقريبا شي 100 عمليه مراقبه من طرف الشرطه البيئيه. هذا طبيعي علاش؟ لان بلادنا الحمد لله عرفت واحد الديناميه في العمران، ديناميه في التصنيع، كاينه دراسه التاثير على البيئه ولكن كانت هفوات. بالتالي طبيعي اننا نستجبوا المواطنين، نستجبوا بعض الجماعات الترابيه نستجبوا، ولكن خدينا واحد النقاش داخل الوزاره وقلنا واش حنا غنبقاو نقولوا الو سيروا ديروا؟ لا. بالتالي درنا، وهذا الذي سنعلن عنه، درنا مخطط وطني للمراقبه اللي غنديروا فيه 263 عمليه مراقبه. غيجي انا عرفت 263 عمليه، بالتالي الناس غيعرفوا انهم غيجي واحد الوقت غيتراقبوا اوتوماتيكيا. وبالمناسبه غنتبعوا بمنظومه معلوماتيه بان الناس يعرفوا شكون يلوز ويعرفوا ثم ايضا في اطار التحصيل للمكسب الوطني ان كاين تقاسم المسؤوليه. هذه معلومات بالطبع الشرطه البيئيه من في اطار هذه العمليات المراقبه اللي كانت 100 او اكثر، كانت واحد العمليه تكوين ماشي همت غير ولكن همت ايضا كل الاجهزه اللي معنا سواء الدرك الملكي. شكون معكم ايضا؟ شرطه الماء. المهم درنا تكوينات متعدده وباقي عندنا مشروع هو سنوي. انجاز المخطط الوطني للمراقبه البيئيه هذا مهم جدا، غادي نعلنوا عليه قريبا لانه غيولي اوتوماتيك وغيولي ميكانيزم اللي هو كاين مجموعه البلدان اللي فيه المسؤوليه المشتركه. حنا ما غاديش نخلعوا الناس وكاين المسؤوليه المشتركه اللي ما كنبقاوش نتحرك للتلقي، كيولي هذاك الشيء اوتوماتيك. وكان فيه واحد العمل بالطبع خبره وطنيه كبيره اللي خرجت هذا المخطط نظام التراخيص. كتعرفوا ان تنقل والموبيليتي ديال لي ديشي عندها تتحتكي من مجموعه ديال الاتفاقيات بازل. وبالتالي هذه العمليه الترخيص ايضا كنشتغلوا على اساس ان يكون نظام ترخيص معلوماتي مستقبلا تقريبا سي زياده شهر لا شهرين خاص تكون هذيك المنظومه المعلوماتيه تخرج باش الناس يوليو عندهم رايه في اطار الاشتغال. سنعلنوا عليها باش الناس يوليو عندهم مدام الترخيص يوليو كيلقاو في اطار يعني الحصول على المعلومه كيلقاوه معلوماتيا من دارهم. تفضل. دراسه التاثير البيئه 800 دراسه اللي دارت، وهذا الحمد لله ان بلادنا عكس ما يروج داك الصفه السوداء ان ما كاين لا استثمار ولا والو، راه 800 في هذه السنه اللي كانت دراسه على السيد الجهوي. واحد العمليه ايضا اللي حنا مطالبين بها وكنعملوا على اساس اننا ان شاء الله يعني ياخذ من هنا ل 2022 دايره مع السيلبوش باش هاد بعدنا عمليه الرصد ان المختبر الوطني للدراسه محاربه التلوث يولي مختبر معتمد. المهم انا وياه راه دايره معاه واحد الاتفاق، انا ما كنعرف حتى شي حاجه، كنعرف
نهايه او قبل نهايه يكون معتمد. هو راه كيدير هذا الاجراء وماشي ساهل، حنا غندعموه تقنيا بالموارد وراه كياخذ هذا، وهذا مهم ان شاء الله غيكون منجز لبلادنا. هذا حنا في المختبر كدار واحد العمليه كما كاين الساده الصحفيين راه كينتظروها، هي عمليه ديال جوده المياه الشاطئيه. غادفنا واحد جوده الرمال، هذا ان شاء الله في يونيو كان قبل افتتاح الموسم ديال الصيف غادي نعلنوا ايضا بالاضافه لجوده المياه الشاطئيه غنعاولوا نعلنوا ايضا على جوده الرياح عفوا الرمال اللي كيمشيو كتكون فيهم نشاط فصل الصيف قبل ما يمشيو لها المواطنين. تفضل سي. هذا واحد المشروع ايضا من اولويات كتبت الدوله التنميه المستدامه، هو اننا خص تكون عندنا واحد العمليه ديال المراصد ديال الرصد، لان في المرسوم المحدث للوزاره هي ان من المهام الاساسيه ديالنا الرصد، تكون عندنا المعلومه وتكون عندنا الرصد والمتابعه. بالتالي حنا راه 6 ديال الجهات دابا فيهم الانظمه الجهويه للمعلومات البيئيه والتنميه المستدامه، هذه انظمه معلوماتيه درناها بفضل الشراكه ديال جي زد في الجهات طنجة تطوان الحسيمة بدي من الخنيفرة سوس الرباط الخنيترة وأيضا في الشرق وفي درعة تافيلالت، على أساس أن 6 جهات اللي إن شاء الله جاية راه غادي تنطيك أسي مقتي تنطلق اللود ديالهم 6 باش نديرو لهم منظومة. بالتالي الرصد لهذه العملية ديال الرصد والتوفر على المعلومة البيئية في التغير المناخي في التنمية المستدامة غتولي منظومات معلوماتية في كل جهة، وهذا مهم جدا لان بلادنا تتشرف بكونها رياديه في مجموعه المجالات. بالتالي المعلومه البيئيه وديال التغير المناخي يجب ان تتوفر بشكل تكنولوجي ويكون له كذلك الجميع الشركاء ديالنا تكون لهم المناسبه والفرصه عفوا والحق في الولوج اليها. 6 ديال المدن دابا عندهم المنظومه المعلوماتيه ياك سي مقتيد، 6 المدن عفوا 6 الجهات 6 مبرمجين غتطلق المشاريع ديالهم في 2019، وهذا مهم جدا ان شاء الله ملي في بعض الاحيان قد ننظمو باش تولجو، لان لاكسي هو محدود يعني القطاعات الحكوميه. تفضل. هذا اللي مهم والجديد، وان في اطار حنا قبل ما يكون ان شاء الله الحق في المعلومه حنا ديجا درنا منصه بوابه الكترونيه من اجل مجالات ترابيه مستدامه، بالتالي البرامج ديالنا كلها غادي تلقاوها ان شاء الله في ما يتعلق بهذه المنصه. كنا غنعلنوا عليها في حق اليوم ولكن بغينا تندخلوا فيها جميع البرامج من اجل ان غيكون فيها البرامج هذه الافقيه اللي هضرت عليها كامله، بالاضافه لبرامج ديال الترخيص، بالاضافه ديال الموافقه البيئيه، وغتكون في اطار الحق في المعلومه، بالاضافه غيكون ان شاء الله واحد المولود جديد اللي كيرصد المعلومه العمل ديالنا خاصه فيما يتعلق استفادات وتبادل تجارب بالنسبه للمجموعات الشركاء على المستوى الوطني القطاع الخاص والمجتمع المدني، لان هناك حاجة ملحة دائما كنتوصلوا بها، وعلى المستوى الدولي أيضا بالطبع فيها مجموعة ديال المعطيات اللي غادي يكون فيها السيستم، غيكون فيها دي كود اللي غتعطي غير يعني المسؤولين الحكوميين على مستوى الجماعات الترابية، السلطات المحلية والجامعات ومعاهد البحث. وبالمناسبة هذا سيتقاسم ويتزاوج مع هذه المنظومة المعلوماتية اللي قلت قبيلة ديال المراصد على المستوى الجهوي الجهات في الجهات الثانية 12. تفضل. الشراكة كما كتعرفوا بلادنا الحمد لله كانت لها أيضا مجموعة من في الحصيلة، أننا درنا مجموعة الورشات الجهوية على مستوى الممثلين ديال المجالس الإقليمية كان فيها تكوين، عقد اتفاقيات موضوعاتية مع المجالس الإقليمية والجماعات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، كنديروا عملية دعم المشاريع المجتمع المدني التكوين ليهم، بدينا في كتابة الدولة التنمية المستدامة واحد العمل ديال التكوين، هو في حقه ماشي التكوين هو تواصل مع الإعلاميين بهدف أن يكون عملية التكوين. تفضل سي. هذا مشروع طموح ومهم جدا فيما يتعلق توجه بلادنا، بحيث ان كتابة الدولة التنمية المستدامة عزات هذا البرنامج اللي هو كلينتك اللي هو كفيه
مشاريع كنطلقوها على اساس ان كيكونوا المقاولين ذاتيا كيقدموا المشاريع ديالهم، كيتم الاختيار ديالهم، وكتابه الدوله كدير لهم مواكبه. الجديد هو ان غنديروا لهم واحد التكوين مستدام، ونمشيو ان شاء الله اكثر من حدود 6 المقاولين اللي اصلا كتعرض سنويا. بغينا وان شاء الله هذا راه في القريب العاجل غادي نديروا هذه اللقاءات المستدامه معهم. القطاع الخاص بالطبع كما قلت أنا الحمد لله أيضا سنة 2018 عرفت تنظيم جائزة الحسن الثاني للبيئة، واللي هي كانت كذلك الجوائز اللي كانوا فيها كانت جوائز مهمة جدا ونوعية، على اعتبار أن الحمد لله كترجم أيضا واحد الوعي صاعد فيما يتعلق من لدن جميع الفئات للوعي بالقضيه البيئيه والمناخيه، وهذا واحد التطور، واحد ايضا واحد العامل مهم جدا. تفضل سي واحد هاد سنه 2018 ما عرفتش السنه الساده الصحفيين واش شافوها ولا لا، درنا مع مع التلفزه المغربيه اذاعه بث 50 كبسوله ديال ما يتعلق في البيئه، في النفايات، في التثمين. ما عرفتش شفتها ولا لا، كاين شي واحد شافها؟ لا ما شفتوهاش. صافي رحنا ما شفتوهاش. 50 كبسوله دازت في التلفازه من اعداد كتابه الدوله للتنميه المستدامه، شفتوا شي حاجه دايزه؟ لا لا وانا سولوهم لا ما شافوهاش. راه صافي من بعد انا عسولتكم يسولتكم. تفضل تعزيز التعاون. كيف ما كتعرفوا ان بلادنا الحمد لله واكبت اللجان الثلاث، لجنه الكونغو، لجنه الساحل، ولجنه الجزر والقمر ان شاء الله اللي هي في الطريق. لجنه الكونغو كما كتعرفوا بفضل توجيهات الملكيه الساميه استطعنا واستطعت بلادنا انها تواكب تنظيم اول قمه الرؤساء لحوض الكونغو. تميزت القمه بالحضور الفعلي لصاحب الجلاله حفظه الله كضيف مميز، وان شاء الله راه مستقبلا غادي تطلق الدراسه، لان هذه المواكبه ديالنا هي في شكل دراسه لإحداث آلية مالية اللي هو الفون بلو، الصندوق الأزرق. وبالتالي راه الدراسة إن شاء الله اللي انطلقت من نيويورك، من البنود ديال نيويورك، إن شاء الله سيعلن عنها، عن الفائز بالصفقة في الأيام المقبلة. تعاون جنوب جنوب درنا حنا واحد الآلية السفيرة ديالها هو معايا، هو أننا داكشي اللي قسم الله في الميزانية ديال كتابة الدولة التنمية المستدامة، درنا اتفاقية مع البنود على أساس هي تدغيني دي فون باش ممكن نوفيو بالالتزامات ديالنا في 11 اتفاقية، لأن 1 مليون درهم تقدر ما دير والو. بالتالي هذا كذلك واحد الاجتهاد من الخبراء ديالنا اللي اعتمدناه، وقعنا اتفاقيه مع البنود، وسنشرع ان شاء الله كاين مخطط عملي مع 11 دوله، سنشرع في اطار تكوين تبادل التجارب وبعض المشاريع النموذجيه في اطار التعاون جنوب جنوب. كما كتعرفوا بلادنا توجت بجائزه نيباد على هامش المؤتمر الاستثنائي السابع لوزراء البيئه، الافارقه اللي كانت تشرف بعضويه الملف المكتب ديالو نيابه للرئيس اللي هو من الكونغو، عفوا من الغابون. وتشرفت ايضا بتسيير المؤتمر، اخر مؤتمر وزاري في هذه يعني في هذا المؤتمر اللي هو لامسين. في مجال التغير المناخي أهم ما ميز المؤتمر 24 الأطراف لاتفاقية التغير المناخي وحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ولكن أهم ما ميز هذه الدورة هو مضمون الرسالة الملكية. أنا أصدقكم القول أن ملي دارت الرسالة، ملي توليت الرسالة الملكية بقوتها برسالة واضحة، يجب أن ننتقل من الوعود ومن الاتفاق المصادقة عليه إلى التفعيل العملي والفعلي لاتفاقية باريس. وكان السياق غير مناسب، وكان يوم السبت بعد انتهاء انتهى المؤتمر، بعد يوم كان يوم السبت أن اعتمدت اتفاقية باريس، وكان الكل وسط الرازي، الكل تقريبا مجمع على أننا موحاش ونتوصلوا به. فالكثير من الشركاء ديالنا من سميتو انهم كانوا يرددون
الرسالة الملكية بهذه القوة، لأن الناس ما بقاوش قدروا يمشيوا كيقولوا لا السياق الدولي صعيب، وبالتالي ما نقدروش نديروا شي ميساج ديال الدولة السياسي اللي فكان المغرب تقريبا، وانا اجزم انه الوحيد والاخوان الوحيد اللي طائل تابي فور قال وجب وادعوكم من اجل ان تنتقلوا من الوعود وكذلك من المصادقة على الاتفاق ديال باريس الى الاجراء العملي من اجل المصادقة على خارطة الطريق ديال لابليكاسيون لا ميزون اوفر ديال لاكور دو باري. هذا كان اهم ايضا الحمد لله يحسب لبلادنا. كما كانت تعرفوا المغرب شارك بقوة، كان الرواق ديالنا من اقوى الرواق الجاذب، درنا 15 نشاط موازي ديال المغرب ديال كل من المؤسسات العمومية والوزارات، وكان تقريبا فيه 17 ما درتوهاش تماك 17 تقريبا شي لقاء ثنائي مع وزراء مع، وكان حضور للرواق غير كيكونوا غاديين حضور للرواق سواء برمجة او هكذا لشخصيات منهم امراء منهم رؤساء دول منهم وزراء يعني بالرواق ديالنا. عرفت سنة 2014 كذلك المؤتمر الرابع عشر اتفاقية التنوع البيولوجي اللي تنعقد في شرم الشيخ، كان الحضور ديال المغرب أيضا متميز. على أثره تم تتويج المغرب بالجائزة البرونزية عالميا الخاصة بتدبير آلية تبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي، لأن درنا ذاك القانون بالتالي الحمد لله خدنا أيضا هذيك الجائزة. هذاك اللي كنت طرقت عليه فيما يتعلق بالتدبير في التعاون. هناك مجموعة من كتعرفوا أننا حنايا المغرب وقع 100 اتفاقية فيما يتعلق مجال البيئة والتنمية المستدامة، لهذا تصوروا كتابة الدولة عندها أكوافيق مع 100 اتفاقية، بالتالي غادي تلقاو مجموعة، ولكن حنا كنركزوا على الاولويات، لهذا مشينا في ذاك الاطار ديال تفعيل التعاون جنوب جنوب في لونغل تريونغولير مع البنود، ونستفيد الحمد لله من هذا المتسع الحمد لله من هذه المساحه والهامش الكبير ديال بلادنا. شكرا على حسن اصغائكم، اسمحوا لي لا تبوت. مرحبا اذا كانت هناك اسئله او قبل ذلك غنعطي الكلمة للأستاذة رجاء شفيل، وبهذه المناسبة كنهنئوها على أنها عينت في إطار المجلس الإداري لمركز كفاءة التغير المناخي كمديرة له، والله يوفقها. تفضلي الأستاذة رجاء. كل باسمه وصفته. السيدات والسادة الصحفيين السلام عليكم، انا غادي نقدم لكم في خلال بضع دقائق الانجازات اللي قام بها مركز الكفاءة التغير المناخ سنة 2018. مركز الكفاءة التغير المناخي هو مجموعة ذات النفع العام او جي بي غروبمون دانتيغي بيبليك، انشئت عبر اتفاقية بتاريخ 6 اكتوبر 2016، وهو عنده مجلس إدارة متكون من وزارات وقطاعات وزارية مؤسسات عامة قطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني. وتتلخص مهام مركز الكفاءات لتغير المناخ كتخصي فيما يلي: أولا دعم قدرات جميع الفاعلين في مجال التغيرات المناخية، ثانيا جمع المعطيات الوطنية والدولية حول هذا الموضوع ووضعها رهن إشارة جميع الفاعلين على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي، ثالثا إنتاج تقارير من أجل المساعدة على اتخاذ القرار علاقة بتغير المناخ، ورابعا المساهمة في دعم مجهودات المجموعة الدولية في إطار مكافحة أخطار التغيرات المناخية. وقد كانت سنة 2018 بالنسبة لمركز الكفاءات لتغير المناخ حافلة الحمد لله بالإنجازات،
حيث قام بإنجاز ما يزيد عن 16 دورة تكوينية وتدريبية، استفاد منها أكثر من 400 مستفيد من القطاع الخاص والعام، وخاصة من المسؤولين والمنتخبين على الصعيد الترابي في مختلف الجهات بالمملكة. وقد تطرقت هذه الدورات التكوينية سنة 2018 إلى ملفات ذات الأولوية علاقة بإشكالية تغير المناخ كموضوع تمويل المناخ والمفاوضات الدولية بالطبع، والإشكاليات البيئية في المجالات الهشة المعنية بالمخطط الوطني للتغيرات المناخية اللي تكلمت عليه السيدة الوزيرة، أو البلان ناسيونال دو كليما الذي هو في طور الإنجاز. وبالإضافة إلى تنمية القدرات للفاعلين على الصعيد الوطني، فإن مركز الكفاءات للتغير المناخ الكاتخسي يلعب دورا محوريا في إطار دعم لجان المناخ اللي تكلمت عليها السيدة الوزيرة الإفريقية الثلاث، التي أنشئت بمبادرة سامية من طرف صاحب الجلالة نصره الله وأيده خلال القمة الإفريقية للمناخ والمنعقدة على هامش أشغال مؤتمر 22 المنعقد بمراكش سنة 2016. وفي هذا الإطار فإن مركز الكفاءات لتغير المناخ يدعم كل من لجنة المناخ لدول الساحل، وذلك لمساعدتها في إنجاز مخططها للاستثمار ولتمويل التغيرات المناخية أو ما يسمى بالبلان دانفستيسمون كليما بوغ لي بيي دو ساحل. وكذا يدعم الآن لجنة المناخ لدول حوض الكونغو أو لا كوميسيون كليما دو باسا دو كونغو، وذلك عبر تمويل دراسة من أجل وضع صندوق التمويل الأزرق لحوض الكونغو. لماذا؟ لأن هذه المنطقة الهشة في إفريقيا تشكل ثاني رئة في العالم، يعني بفضل الغابات التي تحتوي عليها بعد غابات الأمازون. وبالإضافة إلى دعم لجان المناخ في إفريقيا، فإن مركز الكفاءات نظم خلال سنة 2018 أيضا ورشات تكوينية لفائدة مسؤولين من دول إفريقيا، سواء عبر ورشة في دولة مالي أو في المغرب في الدار البيضاء، مكنت من تكوين ما يزيد عن 60 من المسؤولين الأفارقة من دول الساحل. وقد شارك أيضا مركز الكفاءات كاتخسي بصفة مكثفة في المؤتمر الأخير، أي مؤتمر الأطراف 24 في رجاء بولون. قبل ما تنتقل للكوب، بالنسبة هو دابا المركز الكفاءات انتقل من مركز وطني إلى مركز إفريقي، لأن دابا عندنا واحد المنصة ديال الخبراء الأفارقة اللي تحدثت بفضل مواكبة ديالنا لجنة الكونغو. بالتالي هذا لأول مرة تقريبا حتى في تاريخ هذوك الخبراء اللي كنا كنتلاقاهم غير في الكواليس ديال مؤتمر الأطراف، راه السي الرازي والسي الطاهري معنا، الحمد لله دابا تجمعوا ودرنا مجموعة ديال الدورات. هما أصلا اللي حدوا لي تي دي إيغ ديال ليتيود، ما درنا شي خبرة خارجية، هما اللي اشتغلوا على لي تي دي إيغ ديال ليتيود دو بريفيكوراسيون بور لو فون بلو دي باسان دي كونغو. السيدة الوزيرة، بالنسبة للدراسة ديال بلان دانفستيسمون كليما ديال لي بي دي ساحل، تا هما أفارقة كاملين. بالطبع. شكرا. المضافة. شكرا سيدة الوزيرة. وقد شارك مركز الكفاءات بصفة مكثفة في المؤتمر كوب 24 في بولونيا عبر إعداد ورقات تقنية حول المفاوضات قبل كوب 24 وتكوين فريق المفاوضين المغاربة، كما نظم ورشة هامة حضرها عدة مسؤولين من المغرب بالطبع ومن منظمات دولية خلال الكوب 24 من أجل التعريف بمهامه، وكذا من أجل جلب الدعم المالي والتقني. وقد كما عقد أيضا عدة لقاءات مع مسؤولين عن مراكز مختصة مماثلة في دول أجنبية وأبناك جهوية ومانحين، وهو الآن في دور تدارس عدة إمكانيات عقد شراكات معهم كمركز أوغانوس بكندا مثلا اللي هو مماثل لمركز كاتخسي في المغرب. وتنزيلا لمهامه كمركز وطني وإفريقي لنشر المعلومة المحينة حول كل ما يتعلق بإشكالية تغير المناخ، فإن مركز الكفاءات يسهر على نشر كل جديد في هذا المجال من معلومات وتقارير، حيث كان أول مركز ينشر باللغة الفرنسية ملخصا لآخر تقرير للجنة الدولية للمناخ أو لوجياك اللي تكلمت عليه السيدة الوزيرة 24 ساعة فقط بعد ما خرج
خرج هذا القرار وكان يعني في جميع المنصات اللي يعني واللي سيت ويب كان فقط باللغة الإنجليزية اللي ما كانش كيسهل على الدول اللي كتنطق بلغات أخرين باش يتوصلوا ليه. كان هذا التقرير ديال لوجيا كما كتعرفوا الاخير وتكلمات عليه بافاده السيده الوزيره مشكوره حول اخطار الناتجه عن ارتفاع حراره الارض باكثر من 1.5 درجه المئويه. ومن اجل الحصول على المعلومات باستمرار حول اشكاليه تغير المناخ فانني ادعوكم الى الدخول باستمرار للبوابه الالكترونيه اللي كتخصي ماروك باش تحصلوا على المعلومه لانها في الحقيقه كيكون فيها الجديد تقريبا كل يوم. فقط كلمة حول الأولويات بالنسبة لعمل مركز الكفاءات لسنة 2019 إن شاء الله. فهذا يعني أولويات العمل غادي نجزوها خاصة بفضل الدعم التعاون الألماني عبر البنود، وهي تتلخص فيما يلي: أولا إعداد استراتيجية لتنمية القدرات لأربع سنوات 2019-2022 وهي انطلقت الآن وهي في طور الإنجاز. ثانيا دعم مسلسل تنزيل الإنديسي أو المساهمة المحددة وطنيا عبر إطلاق دراسة من أجل تهيئ ملفات تقنية لأهم المشاريع ومواكبتها من أجل الحصول على التمويل وهي الآن انطلقت وفي طور الإنجاز. ثالثا تكثيف مسلسل دعم القدرات لجميع الفاعلين المعنيين بإشكالية تغير المناخ خاصة في مجال التمويل والتكيف والتخفيف من الانبعاثات والمفاوضات الدولية بالطبع. ورابعا وضع شبكة للتعريف بالمشاريع الناجعة في الحد من تغير المناخ لنشر المشاريع الوطنية الناجحة والإفريقية والدولية كمثال يحتذى به. وخامسا تكثيف الشراكة والتعاون مع الفاعلين والمانحين على المستوى الوطني والعالمي من أجل جلب الدعم المالي والتقني لمركز الكفاءات كتخصي. وشكرا جزيلا على حسن إنصاف. شكرا سيدة رجاء. نذكر يمكن نسيتي واحد النقيطة، هو التكوين الافتراضي معلوماتيا للجهات درنا ياك لي موديول، غنديروا دي موديول دو فورماسيون اون فافور ديال لي زاكتور لوكو، غادي ينطلقوا ان شاء الله في 2019. وغادي يكونوا قلنا انا طلبت منهم يكونوا بلغات متعدده، يكونوا بالعربيه والانجليه والفرنسيه، وبالتالي غيتاحوا حتى للافارقه انهم يستافدوا من هاد لا فورماسيون اون شانجمون كليماتيك دون مانيير فيرتوييل. نعم بالنسبه للاسئله شكرا السيدة الوزيرة، شكرا السيد الوزير، شكرا الأستاذة رجاء شفيل. مبارك أمراو جمعية إعلامي البيئة، من الصحفيين المغاربة الحاضرين على جائزة الحسن الثاني للبيئة على قلة هذه الفئة هذه. عندي واحد التوضيح بالنسبة للسيد الوزير بالنسبة للشبكة اللي تحدث عليها بخصوص يعني شبكه ان ريزو هكذا ديال لي كومبيتونس كي توج جو سي با سي بار دي جورناليست او دان اوتر ريزو. حنا في جمعيه اعلاميه البيئه ما عندناش ولو فكره على هذا سميتو، ولم نتلقى اي اشاره من هذا احداث هذه الشبكه هذه، سواء الدرس في اطار كتابه الدوله ولا الدرس في اطار الوزاره بحد ذاتها. عندي واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الاسئله للسيده كاتبه الدوله بخصوص تكوين الصحفيين. ننتقد مرارا مقاربة الوزارة في تعاملها مع تكوين الصحفيين. العدد اللي كونته الوزارة قليل جدا، الوزيرة ما هضرتش على الأرقام، احنا الصحفيين هنا ننتظر لغة الأرقام، ننتظر لغة الأرقام بالنسبة لهاد جميع المعطيات اللي كتقدم. في نفس الإطار غادي نبقى في هاد لانني اعتبر نفسي دائما في المجال وانا صحفي اشتغل على القطاع منذ ازيد من 10 سنوات. كاين الجائزه ديال الحسن الثاني للبيئه فيها مطلب منذ عهد الوزيره السابقه، ننادي دائما بتعديل المرسوم ديال جائزه الحسن الثاني، لانه لا يعقل ان تستمر الوزاره في منح جائزه اسمها أو جائزة مخصصة للإعلام، صنف الإعلام تمنح لموظفين في الإدارة العمومية. ماذا يعني أن تسلم جائزة الحسن الثاني للبيئة في صنف الإعلام لرئيس مصلحة في مؤسسة عمومية وليس صحفيا مهنيا؟
هذا حق الصحفي المهني في المغرب خصو ياخذوا الصحفي المهني في اطار الدفاع الحق الصحفيين في هذا، لان الجائزه الحسن الثاني فيها خمسه اصناف، فيها الشركات، فيها الجمعيات، فيها لي شيرشور، فيها لا سوسيتي سيفيل، وفيها صنف الاعلام. ما بغيتش ندير الاسماء، نسيسو خداها رئيس مصلحه الموارد البشريه بجبة الاعلام بمطار اكادير، وبلا ما ندخلوا في شي تفاصيل اخرى لانه فيها امور اخرى قد تسيء للمؤسسه الحزبيه التي تنتمون اليها. ثالثا سيدتي، انا صحفي مهني اتحدث وادافع على حق الصحفيين المهنيين اللي دايرين بيا هنا، ماشي نعطيوها لواحد عنده نيميرو تصون في لا فونكسيون بوبليك. هذا اون بو با لابلي ان جورناليست بروفيسيونيل، لو ستاتو دو جورناليست بروفيسيونيل كاين واضح، والمشرع المغربي هو اللي حطو. جائزة محمد السادس للمناخ تحدث عليها صاحب الجلالة في لاكوب 22 لم ترى النور بعد. هذا سؤال، هادو الخطب الملكية من سيهضر سا ماجيستي على واحد لو ميساج كي كونسيرن ان سيغتان سيكتور، الفو كو لو مينيستر اسيوم سا ريسبونسابيليتي. أكاديمية محمد السادس للتنمية المستدامة منذ المؤتمر السادس لوزراء البيئة العرب، سا ماجيستي هضر عليها في ليسيسكو أنها ستحدث بالرباط. لم تحدث بعد، والقطاع الوزاري المعني يتحمل المسؤولية السياسية ديالو. نحن كصحفيين نريد أجوبة لهذه الأسئلة. لو كاتسي ماروك، جو في بارتي دو كونسي دادمينستراسيون دو كاتسي ماروك مالوغوزمون. لو كاتسي ماروك في عهد الوزيرة الحالية تعثرت جهود الكاتسي ماروك. لو كاتسي ماروك أحدث كمؤسسة تعنى بقضايا التغير المناخي بإفريقيا منذ إحداثه، وأنا من المؤسسين ديالو. ماشي يالله غادي يولي بلابخوش دو لافريك. سا ماجيستي من لاكوب 22 هضر على لو كاتسي ماروك سيغ لو بلان افريكان، ماشي دابا. هذه أسئلة سيدة الوزيرة، أنتظر الأسئلة. هذا هو اللي جاي ليه. الصحفيين بغوا الأجوبة ديال هذه الأسئلة. فينا هي هذه الجائزة وفينا هي هذه، وعلاش الخلل في هذه؟ لأنه ما جاوش في العرض ديالكم. إذا بالنسبة لمشاريع الجمعيات، آخر سؤال، مشاريع جمعيات المجتمع المدني اللي مشاركة في لاكوب 22، دارت الوزارة واحد لابيل، دفعوا الجمعيات المشاريع ديالهم. لم يعلن بعد الآن إلى اليوم عن اللائحة ديال الجمعيات كما جاء في الإعلان الأول. وهنا مربط الفرس، أنا أمثل جمعية إعلامي البيئة التي أطلقت قبل يومين فقط الجائزة الدولية للإعلام البيئي على المستوى الدولي. إحنا دفعنا ملف في هذا الإطار باش نروجوا في لاكوب 24 الجائزة الدولية للإعلام البيئي اللي هي سابقة في العالم، دارتها جمعية إعلامي البيئة في المغرب. ما تختارش هذا المشروع وبالإصرار ديالنا مشينا لاكوب 22 كيف مشاو أغلب الصحفيين البيئيين من جيبهم وروجنا للمغرب، ماشي للوزارة ولا للجمعية ولا للصحافة، روجنا للمملكة المغربية في لاكوب 22 لهذا لو بخي هذا اللي طلون صفا. السلام عليكم، زكريا ابو الحيام، ميديا 24. عندي مجموعه ديال الاسئله. اول بادي عندي بعد كنشكر بزاف مدام الوافي على هذه المعلومات.
مجموعة ديال المغاربة. شكرا. صباح الخير، عبد الرحيم مفتاح من منصة. سؤالي هو حول الدور ديال كتاب الدولة والوزارة في حماية المواطن من التلوث والإفرازات ديال المعامل أو معامل. كيفاش غتعاملوا مع هذه الطامة الكبرى ديال هذه الإفرازات ديال المعامل هذيك؟ تيرجو بأن الساكنة ديال المحمدية، الساكنة ديال الأسفي، تعانيو واحد الشكل كبير من هذه الشبهة. Aziz Diouf, journaliste aux Inspirations Echo. Moi, j'aimerais juste avoir un éclaircissement, si c'est possible, hein, sur les nouveaux engagements du Maroc. Sur les nouveaux engagements du Maroc au niveau du changement climatique, sachant que suite aux résultats de l'étude du GIEC, donc les pays ont été invités. Les pays ont été invités donc à revoir à la hausse un peu leurs engagements. J'aimerais juste savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Ben, si vous permettez, j'aimerais profiter un peu de ma prise de parole pour répondre, je ne sais pas si c'est un collègue journaliste, hein, donc sur l'interpellation qu'il nous a faite par rapport au réseau marocain des journalistes de l'énergie et du développement durable. Bon, c'est un réseau qui a été lancé il y a une semaine, hein, donc lors des journées, de la journée média ministère de l'énergie, ici même. Et donc, si vous êtes intéressé, dans une semaine, on va dire dans deux semaines, exactement, Inch'Allah, le 9 février, on va organiser l'Assemblée générale constitutive. Si vous êtes journaliste, vous êtes le bienvenu. Si vous n'êtes pas journaliste, ce n'est pas la peine. Hein. C'est pour les journalistes. Merci beaucoup. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alikoum. دريس الشرقاوي سموني رئيس تحرير لجريدة الحدث. صباح حق دائما نقول كذلك شيء الأشياء الجميلة. فأنا كمتتبع كملاحظ وكمهتم بالتواصل أنا أتمن هذا العمل، ولكن أقول وهذا ربما أحد الخطابات ديال الوزير المحترم الطاقة كان في مؤتمر في مراكش، وقال أن الكل يعتقد أن المشكل يكمن في الدراسات وفي البنية التحتية، بينما المشكل يكمن في العنصر البشري. فأنا بغيت يعني من هذا المنبر يعني شنو هما يعني العناصر والاستراتيجية والرؤية ديالكم في هذا الجانب هذا، لأن ما يمكن نجاح أي دولة إلا بالعنصر البشري. واحد، حنا تحدثنا عن أهم الإنجازات، كذلك بغينا نعرفوا ما هي الصعوبات، لأن ما يمكنش يكون كل شيء يعني جميل. بغينا نعرفوا الصعوبات نحن كإعلاميين باش نخرجوا هذا الشيء للمسؤولين والمتتبعين لهذا الجانب. كذلك فيما يخص الدبلوماسية، يعني وقفتم على واحد المجموعة ديال المنجزات وكتعرف أي نعم أدريس الشرقاوي سموني عبا عن جدوى ناقلة لأنك ماشي سهلة، تبارك الله عليك. فالمهم اختتم بالتتبع، لان هذه الاشياء التي انتم تقومون بها
انا افضل ان تكون هناك هيئه ديال التتبع والمراقبه مستقله وسطر على مستقله، لان لا يمكن لكتابه الدوله ان تكون حكما وخصما وشكرا. كيف ما مشات للدول كلها
عطاتك ديال النفايات في القطاع الخاص. اللي كنشتل انا درت دابا كاين مطرح مراقب حداه مولت ب 30 مليون مثلا ديال مرات مثلا انا كنقول لا مكناس ولا دي سونتر دو تري. انا متاكده اني انا سياسيه رئيسه جماعه لن استطيع اني نفغوي داك لو سيستم باش يولي هذاك مركز ديال الفرج والتثمير قائم ويولي وحده واحد المشتل ويولي واحد اليدي اوتونوم مستقله كتجمع دوك البعارات تدخلهم في الميكانيزم يولي هو ويولي هو اونتربريز. هذا ما يمكنش نديرو منتخب. بالتالي حنا اليوم قررنا مع وزاره الداخليه ان نتوجهوا لادماج. انا كنعطي غير مثال نفس الشيء ولكن انا اقرر ان بلادنا باراده الملكيه الساميه وحنا هنا باش نخدموا توجيهات جلاله الملك الحكومه عازمه كنحققوا تحول نوعي في القطاع وما بيش نهضر على مجموعه الامور تخليونا ساكتين داكشي اللي صار ما بيناش نهضروا على مجموعه الامور باش نقولوا. بالتالي كاين وحنا الاخوان اللي كيمشيو عند جماعه الترابيه عند الرؤساء كيصدعوا فينا هي الاتفاقيه. راه الاتفاقيه باش توصل لان خصها تمشي توقع على المستوى المحلي باش توصل باش انت دير التعبئه الماليه تبقى فاسيل لان خصها تسنى الدوره وخاصها الدوره هما الاخوان هما كيتصلوا بالرؤساء فين وصلت وداك المدير وكنديروا التقاءات هما الاخوان كنديروا لقاءات عبر سكايب بالنسبه للمدراء الجهويين كنديروا دوريا باش نشوفوا لان حنا دابا عندنا واحد الاختصاصات مشتركه اللي كيقولوا دي بلادنا لا يعقل اننا كنتكلموا على الرياضه ملي كنجيو كيما قلتي باقي كنبير رجلينا باقي. وبالتالي الحمد لله كاين واحد التحول نوعي فيما يتعلق بهذا البرنامج اللي هو مهم للمغاربه بالبرامج اخرى اللي هي غادي تعرف. نعم هذا الرباط مدينه منظمه نقيه كتحتاج ديال الموديو غابل كنوجد لك دعوه تجي عندنا للكازا ان شاء الله. ان شاء الله انا نجي للدار البيضاء انا نجي للدار البيضاء كنعيشوا وسط النفايات. دابا انت لا دابا انت صحفي دابا حنا الحمد لله هذا النقاش تواصل وانا كنت ما كنتش درتش معك لغات الدماء درنا نقاش مواطن لان في هذا الموضوع يجب ان نكون بيننا نقاش مواطن وان لا تقتنعوا بالحصيله التي قدمت وان يكون فيها المحاسمه اكبر. لو لم يكن هذا المنطق ما وصل ما يمكنش كان يمكن ان يتزوج القرار الايكولوجي مع القرار السياسي اليوم اللي فناقشوا في الجلسه تناقش تناقشت تتخذ قرارات وقالوا ان لي كاتغ ريسك اللي جايه لو مون دابري سو لي ريسك اونفيرونمونت ما قالوش غادي كاين شي لاول مره بالمناسبه في الجلسات وفي الجيويت. بالتالي هذا في هذا الموضوع خارجه فيه السياسه باش نكونوا واضحين يجب ان نكون فيه على قد في هذا الموضوع. لا زعما خاصه انا كنقول خارجه منه السياسيويه ولكن فيه السياسه ديال بينو هذا المساله الاولى. وهذه البرامج كلها اللي درنا انا ادعو لكم انكم تنتقدوها اكثر حتى يمكن ان نحس بها جميعا. حقاش في الافقيه في الافقيه نحتاج الى التوازن. ملي كيكون الضغط كيكون التوازن. راه ملف افقي بالتالي غير حمايه الساحل. انا انتم صحفيين شحال من مقال كيكون في اليوم على الساحل شحال من مقال الاستاذ باش نجي السؤال ديال الاستاذ اللي طرحاته اشكال حقيقه ولوجيك. هذا لوجيك تعتمد تعتمد من طرف لوجيك هو هذا واحد سي لو غروب غوفيرنمونتال ديال لي اكسبير سيغ لو شونجمون كليماتيك. هذا لوجيك ما تعتمدش من طرف دوله ولا تعتمد من الامين العام للامم المتحده. في كلماته كانت واضحه قال لهم لا نسمع. بالتالي وكان هو كما قالوا مجموعه اللي كانت تماك تمرر هو ان كان ضغط كبير من الامم المتحده ان يكون تم توصل لخريطه الطريق لان الحقائق اللي كانت وبما فيها اللي كتهم بلادنا هي من 2050 و2100 هي حقيقه واقعيه غادي تكون ولا ما تكونش بشكل او باشكال الدرجه ديالها. بالتالي هذه المخططات هي مخططات نعيب انها خصها الضغط اللازم لان يعني ماشي من السهل باش تاخذ قرارات واجراءات عمليه اهمها فيما يتعلق بالساحل ويكون عندنا ميكانيزم ديفالياسيون. يعني دابا ممكن نديروا مخطط نديروا مواكبه رونفورسمون دو كاباسيتي وهذا 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 ولكن خص يكون عندنا الكونترول. شي واحد من بعد 20 يقول لنا شحال ممكن نديروا ديال الضغط على الساحل من هنا غنوقفوا باش ما نبنيوش مثلا. انا كنقول ولكن خصنا اون اجونس دو كونترول دايرها تونس دايرها رواندا دايرها دايرين دي زوبسيرفاتوار. حنا دابا كان في هذا المخطط الوطني هو اللي غادي يخرج لنا ان شاء الله هذا الميكانيزم ويتم التوافق حوله لان ماشي ديال كتابه الدوله. حنا غير بحكم
اننا بوان فوكال في مجموعه ديال الاتفاقيات وبحكم الاختصاص ديال لا ميسيون ديالنا انجزنا هذا المخطط ولنا الشرف في ذلك، ولكن سنعملوا على ان شاء الله ان تكون، وهذا لابد ان يكون عندنا برنامج فيه ثلاثه ديال لي بول، فيه لا بروتيكسيون، فيه لا لادابتاسيون، فيه لا فالوريزاسيون، لان ذاك المشروع الجميل اللي درناه وانا كنعاود نجدد لكم الدعوه باش تمشيو وتزوروا المشروع ديال الجيسك، هذا مشروع في لوريونتال قدر يحقق لا جيستيون انتغري دي زون كوتيير، هذا واحد مشروع كبير متوسطي ودولي، كيقولوا الساحل هو ما جالهش ولكن تثمينه فيه ثروه وفيه فيه ودر، وكان البروجي بيلوت كان في لوريونتال 11 جماعه اللي شهدت هذا يعني التجربه المتميزه، ودابا راه فيه واحد لا واحد يعني ليكو سيستيم ديال لا بروتيكسيون ديال لادابتاسيون ولا فالوريزاسيون في لو سيت انفو اللي تكلم على ياك سي فين هو صافي تكلمتي على بصح فيما يتعلق باستغلال المياه العادمة هو أنك فعلا راه السي سمير هو أن كما عرفت أنت متتبع القطاع ديال البيئة منذ مدة، هو أن تم فعلا كانت مشاريع نموذجية، الفرق شنو ديال البرنامج الجديد هو دمجنا إعادة الاستعمال ريوتيزاسيون مانتنو إلي انتيغري في لو بروغرام، يعني كدير الربط وكدير المعالجة البنية الأولى كتكون في الربط المعالجة الثنائية وكدير التغسير المعالجه الثلاثيه وكدير اعاده استعمال سونشين، حنا والداخليه والفينانس كنديروا عمليه الربط طبعا مع لوبيراتور اللي كان هو لوني، دابا ما كيبقى لان باقي عندنا نقاش واش يكون ولا لا، ولكن غادي نحلوا ان شاء الله المشكل، ثم تكون عمليه المعالجه في لي ستاسيون، من بعد كتكون مبرمجه في ليتود، في ليتود في الاول كتكون مبرمجه للتغسير، هذا ديجا حنا عندنا واحد في الدليل ان سيت اون بون ايتود اللي كانت فيها اصلا ما هو قائم، هادشي ديال المحطات لي زيميسير ديال لي فيل كوتيير ديجا قالوا لنا شحال خص غادي نديرو، فين غادي نديرو، كاين بروبليم دو فونسيي، راه حنا كان بالتالي لي ديجا بريفي في لو بروغرام، ما بعد هو ايضا اصلا وفيه كما قلت لكم كاين الماء وكاين كاينه الفلاحه خصوصا المهن الجمعيات المهنيه اللي غادير، وهذا العمل راه فيه مدمج ايضا التوعيه باش الفلاح يفهم ان داك الماء راه مزيان وراه الماء، بالمناسبه واحد كاينه واحد ليتود كاينه في لا دي بي سي سي داروها مع الشركاء ديالهم، النبات اللي كيدير في الغولف هو اللي طويل، هو اللي كيطول دغيا هادشي اللي قالوا ليا كاسي، وحتى الجوده ديالو اكثر لان من المياه المستعمله، ولكن حنا مستعدين هاد البازميتو ناخذ نعاودوا ان شاء الله نعطيو المعطيات كلها اللازمه خاصه التقنيه، بالنسبه للسيارات الكهربائيه يعاود يتكلم فيها السيد الوزير اكثر، كما قلت ديك القصه ديال الكوداك بلادنا خصو يمشي في هاد التوجه ديال الكوداك، الصوره داك اللي ما دخلش في الصوره الرقميه بلادنا ونداتر مات لانه لم يعي، لان دابا هذا هذه الرساله السياسيه المهمه، هنا خصنا نمشيو في هذا لان دابا صافي 40% بور لينيو اوروبيان 50% الي ديجا رياليزي بار لا شين اون فيت سي ان شونتي بيزنس او دلا ديال لونفيرونمون، حنايا الان 10% مقرره خصنا نطلعوا في يعني من 10% ل 40% هو اللي غيكون موضوع نقاش بين الوزراء، دابا لا فيزابيليتي ديالو ولا لوبيراسيوناليزاسيون ديال هذا لو بروجي بالنسبه للدوله وبالنسبه للمواطن، السيد الوزير هو غادي يجاوب احسن مني لانه هو في القطاع، كاينه ايريزين اللي عندها مشاريع في الموضوع، كاينه لامي اللي كتشتغل ايضا في الموضوع، كاين لا سي اللي كيشتغل ايضا في مجموعه مشاريع بالاضافه للقطاع الخاص اللي السيد رئيس الحكومه في اجتماع واحد اللجينه وزاريه فيها القطاع ديالنا فيها وزاره الداخليه وفيها وزاره الصناعه كلفه رسميا انه غادي يجيب لنا واحد البلون داكسيون بالنسبه بما فيه التشاور مع القطاع الخاص بالنسبه للتهيئه ديالو، ولكن الخلاصه هو انه الي بري وعندو دي زيتود دو فيزابيليتي وعندو مشاريع عمليه ستنطلق في 2019 بالنسبه للسيارات الكهربائيه
بالنسبة للتلوث ديال المعادن، حنا درنا دراسة ديال لا فالوريزاسيون ديال لي ديشي مينيير، غادي إن شاء الله نعلنوا عليها، هي بالنسبة للمغرب كامل، ومساهمين في جرادة باش يكون عندنا ان بروتيب بروجي بالنسبة للجرادة باش نشوفوا كيفية تثمين هذيك البقايا ديال لا فيل، اون فيل اكس مينيير. اليوم حنا كما باش نرجعوا حقاش حنايا ما يمكنش نديروا كل شيء، حنا راه المرسوم ديالنا واضح، كنديروا الرصد والمراقبة والمواكبة. في هذه العملية هذه لأول مرة درنا لوديت بالمحطات الحرارية القنيطرة، يمكن أول مرة غيخرج هذا الخبر، القنيطرة والأسفي والمحمدية. دمجنا البارح خدنا القرار باش دمجنا البارح خدنا القرار باش ندمجوا جرادة على أساس من بعد لوديت، لأن هذه بلادنا، من بعد لوديت غتقول لنا أشنو خاص. السؤال ديالكم استاذ اشنو خاص باش ممكن تكون لادابتاسيون تاقلم هاد المحطه الحراريه اللي بفضلها كيكون الزويد المغاربه بالكهرباء، يجب ان نواكبها علميا. هاد لوديت هو اللي غيصفر لنا على خريطه الطريق بلون داكسيون باش نقللوا من المشكله ديال التلوث. السيد الكاتب العام امتى غتكمل لوديت؟ امتى غيكمل سي اليوم غادي يكمل ديال طيب. سي اون بواط فرونسيز اللي دايره هذه بيان سور في دون لا ريغل دولار في الصفقات، هذا واحد باش على الاقل نعرفوا دو كوا ساجيتين ما بقاوش. وهذا الحمد لله بفضل واحد الاراده مشتركه درنا حنا ولوني عمل لجان متعدده الدارات، واتفقنا اننا نمشيو في هذا التوجه ديال لوديت انفيرونمونتال اللي غتكون لهذه المحطات باش نحتفظوا بها ونعززوا يعني هذا المكسب ديال تزويد الكهرباء، ولكن باحترام للبيئه. فيما يتعلق بشونجمون كليماتيك انا تطرفت لطرقت اليوم، حنا مستعدين نديروا فيهم دي نوت نعطيهم للصحفيين فيما يتعلق لا البلون داكسيون بلون دادابتاسيون بالنسبه للانديسي بارتنرشيبس او الانديسي اللي عندنا، كيفاش حنا نمشيو ل 42% من يعني الايفاء بالمساهمه المحدده ديال الوطنيه اللي عندها مشاريع عندها علاقه بالتكيف وطنيا وترابيا متعدد، عندها علاقه بالقطاعات كله ماشي غير بقطاع ماشي بالقطاع ديالنا، حنا فقط منسق في العمليه. وهذا العام ان شاء الله راه في 2019 غادي يخرجوا هذه المشاريع، لاننا درنا تاسك فورس يا كاسفير هذه في الوزاره باش يشتغلوا بشراكه مع الخبراء. بالنسبه للدار البيضاء، الدار البيضاء اهم اشكال فيها هو كما كتعرفوا ديال المشكل ديال لا ديشارج. الحمد لله راه الامور تقدمت كثيرا، البروميير كازيي لي اون كور ديال تفتح لادريفود ان شاء الله غيبداو في ليكسبلواتاسيون باش بعد على الاقل مشكل لا كوليكت داكشي يتحل. المشكل ديال المديونه كامله راه تقريبا لو 26 ديسمبر راهم حلوا الادريفه ديال الصفقه ديال يعني العروض المقدمه، على اساس انها غتمشي حتى هي في نفس التوجه ديال اس دي ار، وغتكون واحد ان شاء الله في يعني في القريب العاجل غادي نعلنوا حنا وزاره الداخليه على يعني على هاد الحزمه ديال الاجراءات كلها. ولكن راه الاظرفات العروض 11 ياك 11 شركه اللي تمت تقدمات بعروض، وسيتم اختيار يعني البروسيدي المناسب للدار البيضاء في علاقته بالعقار، في علاقته بالدار البيضاء كبلد كمدينه عملاقه، وفي علاقته بالاستراتيجيه ما بعد اليوم بعد 15 عام و20 عام. هذا ليس موضوعا يعني سهلا، ولكن انا كنقول لكم خدينا جميع الاجراءات خاصه لا على المستوى المالي لا على المستوى التقني، حنا والداخليه المواكبه التقنيه المتخصصه مواكبه هذا الملف، وان شاء الله سيحلوا. راه كيعرف ماشي سيحلوا، هو في طور الحل بحيث ان الميكانيزم، ولكن هذا الشيء راه فيه الوقت وفيه. وكذلك كان نتيجة لو أنه حلينا أي مشكل فونسي ما لقيناش، وكنا عندنا فونسي كثير ما عندناش، يعني لم يفكر فيه قبلا، وهذا هو ما شرحته. من ما يتعلق بالسؤال اللي كان عنده علاقة بجائزة المناخ بمؤسسة المؤسسة الأكاديمية، هي الحمد لله في طور التفعيل، عندنا لو تيغان، درنا المؤسسة الأكاديمية باش السادة والسيدات الصحفيين يكونوا على علم، هي تضمنتها الرسالة الملكية
من أجل أن نحدث مع ليسيسكو هي كأستاذة أكاديمية إسلامية للبيئة غتكون والتنمية المستدامة. حنا الفونسيون لا ديجا أسوري ليسود إلي ديجا فات ميم حنا ما بيناش نعلنوش لأن دابا هادشي ما خاص تعلن على شي حاجة اللي واجدة. لا لا دابا غير انا باش نبداو ملي ان شاء الله يوجد غادي. ولكن هو الي اونكور بالعكس اكسيليغي لمن يريد ويكتب في الصفائح وهو واحد ولا وحده. لا لا راه هذاك الشيء غادي مزيان. المساله الثانيه ما يتعلق مغرب عفوا هذا المركز ديال التغير المناخي. انا باش نتكلم على نزهه الوافي هذا منتوج ديال وليدات المغاربه. الكفاءات اللي عندكم ديال الاستاذه رجاء ديال السي الرازي ديال السي بن يحيى وقبله سي فكرات ديال السي اللي ما ذكرش سميتو. هاد المغاربه الكفاءات الجواهر اللي عند البلاد هما ملي كيتلاقاو مع سياسيين معقولين امور كتشد الطريق ماشي وحنا غاديين هما اللي غيبقاو لبلادهم. بالتالي من يبخص بعض الاعمال اللي هي اصلا يترأسها جلاله الملك باسمه يجب ان اول حاجه يستغفر الله لانه ما كيبخش العمل ديال السياس كيبخص عمل خوته وهي استاذه رجاء. لاول مره حنا باش كان المشروع تقدم وقدمناه للشركاء الدوليين واصلين نقولوا هذا الشيء تقدم على اساس ان خصها تكون ميكان لا بروسيدور ديال ترونسبارونس بعدا في لو ديريكتور. قضينا فيه معركه والحمد لله تم. ها الاستاذه رجاء ما جده ما خالتي ما جده من الحزب ديالي مالي استاذه كفاءه وطنيه بالمناسبه من الكفاءات النسائيه الوطنيه اللي كانت في ديك اللجنه الاولى اللي تحدثت في عهد ديال وزاره الداخليه كيفاش كانت الاستاذه اللي توفات الله يرحمها في اول لج اول يعني لابينه كانت في البيئه في المغرب. وملي كدير المسطره كيتبرزوا الكفاءات. كانت المسطره في الاي اش مع التعاون الدولي وتمت استناد. لا هادشي مزيان يتقال باش هذه المساله الاولى. المساله الثانيه الحمد لله وانا غندعوكم ان شاء الله ديروا زياره للمقر. عندنا مقر جديد ديال الكات سي ان شاء الله غادي لابد تجيو عندنا تزوروا وتعرفوا دوك واساجيتيل. المساله الثالثه عندنا مشروع عندنا على الاقل في لاسيت واحد خمسه المشاريع واحد راهي اوبيراسيونيل واحد الخمسه واحد الخمسه ديال المشاريع الناس طلبوا جاوا عندنا قالوا لنا نعاونوكم في الكاتسي. الناس مانحين هما من جاؤوا وطلبوها الاستاذ رجاء من الاستاذه وهذا خير. هاد وليدات المغاربه والكفاءات هما الذين يعود لهم الفضل بالطبع بالتوجيه السياسي لمن هو في هذا المنصب. بالتالي وبالمناسبه كذا فيما هذا الخصوص بالنسبه لجائزه المناخ ايضا هي في طور هذه الجائزه اللي اطلقها جلاله الملك حفظه الله الله يحفظه الله ينصره. وان شاء الله احنا نشتغل على اساس اننا نوفي بالالتزامات ديالنا في كل شقيه. وكتعرفوا هذه الامور ماشي احنا نبداو نديروا الكومينيكاسيون غير هكا كدير امور اللي هي يعني نشتغلوا عليها يعني بكل امانه وفي اطار الالتزامات اللي عندنا المؤثرة بالقانون. بقات مسألة واحدة فيما يتعلق بالدبلوماسية والعنصر البشري في انخراط المواطن في المسألة البيئية والمناخية. في الحصيلة غتلقاو مجموعة المنجزات الحمد لله اللي نجح فيها المغرب. أنا كنقول المغرب فيما يتعلق يعني الارتقاء ديال بلادنا في مجموعه المراتب وكذلك وجوده الفعلي. انا بالمناسبه راه كنمشي النهار الرابع والخامس وكذلك مجموعه كل وزراء ولكن ملي كنمشي كنلقى الرياده المغربيه الفضل يعود ايضا للخبراء ديالنا. بالتالي الدبلوماسيه المغربيه في مجال البيئه والتنميه المستدامه الرياديه. فيما يتعلق العنصر البشري احنا عندنا واحد غنديروا ان شاء الله هذه المنصه اللي اعلنت عليها قبيله غتكون تفاعليه وبغي دايرين واحد المشروع غنديروه مع البنود على اساس لا فولغاريزاسيون ديال لي ميساج ديال التغير المناخي والبيئه والتنميه المستدامه في افق اننا ناهلوا المواطنين من اجل تبني وانخرطوا يعني في هذا الورش ديال الانخراط الجماعي في المشاريع والتي تبتدئ من اننا ننصرف على رذيله رمي الازبال في الشارع لان كاين واحد الاستعداء كبير فيما يتعلق بالفضاء العام. نتمنى ان الناس ما يتقوش
يتقوا الله في المواطنين اللي انا منذ زمان اللي هما الوحيش والنبات اللي ما كنعرفوهمش باش نخليهم يعيشوا وما ينقرضوا. شكرا لك. انا غنصرف ليسبتو السيد الوزير واعطي له الكلمه لله. لا انا ما غنطولش، انا باغي نقول الاخوات والاخوان ما يكفيش ندوه صحفيه في التنميه المستدامه، كنطلب من الساده المدراء باش ينفتحوا على الصحفيين، وكنطلب من السيده رجاء الشافي اللي هي المديره ديال كاتسي باش تنفتح على الصحفيين وتستقبلهم باش تجاوب. ولكن باغي نقول واحد الفكره، اولا كنت كنتمنى السيده الوزيره تبقى هي كتقصد ماشي السياسيين، لا عرفت عندها ديبلكس مع القناه الاولى، هي ما كتقصد ماشي السياسيين، كتقصد انه الان خصنا صيغه جديده من التدبير، وانا واحد اللي كنسير المدينه ومن الناس اللي كنطالب باعاده النظر في منظومه التدبير داخل المدن. ما راه السياسي هو اللي كياخذ القرار في نهايه المطاف، هو اللي كياخذ القرار واللي كيتحمل المسؤوليه. المقصود هو منظومه التدبير اليوم باش كنديروها، ما يعني كنعتقد بان خصنا نراجعوها، يمكن نحتاجوا الوكاله الوطنيه للنفايات، يمكن نحتاجوا الوكاله الوطنيه او اون اجونس دو ريغولاسيون ديال الكليما اللي هي بحال اللي درنا الان لاجونس دو ريغولاسيون ديال التيليكوم، بحال اللي كنديروا كونسيل دو كونكورونس، بحال اللي كنديروا لاجونس دو ريغولاسيون ديال لينيرجي والان وديال ليزيدروكاربور، بحال يمكننا نحتاجوا واحد اون اجونس كي نوت اللي هي كي ايفاليو تكون مستقله على التدبير الى غير ذلك. انا كنعتقد هذا الشيء غادي يكون مهم وغنشتغلوا عليه، فهذا هو المعنى. وكنحتاجوا بالنسبه للنفايات واحد عدد الامور، نحتاجوا الى عدد النظر في الطريقه ديال التدبير، لان الطريقه باش كندبروا المطاريح ولا الطريقه باش كندبروا النقر الحضاري ولا الطريقه، تنظن حان الوقت اننا نراجعوا المنظومه، ماشي ابعاد سياسي بقدر ما هو ادماج سياسي في منظومه جديده ديال التدبير. يعني ديال نبقى دائما في قضيه المدن، راه كاينه الشرطه الاداريه اللي خصها تفعل، وهذا الشيء خصو تنسيق اللي باش تراقب هذاك الشيء اللي تكلمتوا عليه. كاين الشرطه البيئيه اللي كتشتغل حتى داخل المدن اللي تيخصها تفعل، كاين الان برامج طموحه. انا كنتمنى الاخوه الصحفيين يتلاقاو مع رؤساء الجامعات، كاين تحول كبير في الجامعات فيما يسمى بالتنميه الحضاريه. الا بغيت نعطيك بالنسبه للدار البيضاء اليوم، راه كنحتاجوا من الان ل 15 سنه 12 مليار ديال الدرهم للنفايات، 12 مليار ديال الدرهم للنفايات، راه ماشي سهله الدار البيضاء وحده. لذلك قررت الدوله ومن خلال الحكومه انها تدعم، انه دعم الوزاره مع وزاره الداخليه غندعموا الدار البيضاء، لان عندنا اون بوم في مديونه، وعندنا لان هذه مدينتنا وهذا وجهنا. ولكن راه رجعنا من بعيد، المدن ديال اليوم ماشي هي المدن ديال البارح، ماشي سهل الان كنستثمروا 33 مليار ديال الدرهم في مدينه الدار البيضاء في 6 سنوات، 33 مليار ديال الدرهم باش نعالجوا الاشكالات النقل، الاشكالات ديال لا موبيليتي، باش نعالجوا الاشكالات الاجتماعيه، باش نعالجوا الاشكالات المارينا، راه المارينا ماشي هي المارينا، والبحر ما بقاش هو البحر. فمراكش تقريبا اكثر من 10 ملايير، طنجة اكثر من 10 ملايير، الرباط تقريبا 15 مليار، قنيطرة 5 مليار، فاس بمعنى كاين استثمارات ضخمة في المدن المغربية باش فعلا نعالجوا ماشي فقط على الاشكال، باش تولي فضاء ديال العيش بما فيها هذا الشيء اللي تكلمتوا عليه ديال التنقلات واللي تكلم عليه الاخ ديال واحد العدد ديال البرامج، وربطها بما هو يتنقل داخل المدن لي فيكول اللي هما اونسيان. مع وزارة انا كنت بديتها ملي كنت وزير النقل مع وزير الصناعة، خصنا نفكروا في منظومه ديال ريكوبيري لي زونسيان فيكول ونعطيو دعم للناس باش يتخلعوا لي فيكول ديالهم. راه كاين الان في اطار الفرط برنامج كبير ديال اننا نعوضوا الطاكسيات، باش نعوضوا الكيران، باش نعوضوا الكاميونات. كنتمنى نتلاقاو مع السيد وزير النقل مع وزير الداخليه، كاين برنامج فيه الملايير ديال اننا نمشيو في الاتجاه ديال ما يسمى بالنقل المستدام. بالمناسبه وزاره النقل راه كاينه دارت دراسه كبيره ديال النقل المستدام، وزاره الصناعه كتشتغل على فيكول الكتريك كصناعه، حنا كنشتغل عليها كاينيرجي، ولذلك درنا هاد لا كوميسيون ناسيونال باش تهاد لا ديناميك ديال النقل المستدام. اولا ما ناثروش على البيئه والصحه، ولكن ايضا نجعلوا منها صناعه اللي تستافد منها البلاد ديالنا. من عنده معنى الا غنبدلوا لا فواتور الكتريك، ما تكونش عندنا صناعه ديال لا فواتور الكتريك. الا غنبدلوا لي موطو الكتريك كي بولي الان في مراكش، ما يكونش عندنا صناعه ديال لا موطو الكتريك ولا لا موطو ايبريد ولا بو امبورت. ليسونسييل هو هاد لا ديناميك ديال التنميه المستدامه، نفعوا بها الصحه والبيئه والفضاء ديال العيش، ولكن نديروا منها ايضا اقتصاد. وانا دائما كننبه لهذ القضيه، حذاري ان نضيع فرصه التنميه المستدامه والطاقه المتجدده. انا قلتها في المؤتمر الايرينا والاسبوع المستدامه اللي كان في ابو ظبي، من اكبر التحديات اليوم هو انهم تحولوا الى مستهلكين ديال منتوج التنميه المستدامه والطاقه المتجدده، بحال اللي وقع لنا في الثوره الرقميه. انا راني هذا التخصص ديالي، وكنت في اللجنه اللي كانت عند سي جطو، وكنا دائما عندنا واحد لو شابيتر كومون فير دو لا ريفولوسيون نيميريك اون فيريتابل اندستري بور لو بيي. مالو اون افي ام تي بو، ما ام تي بو مي اون راتي ليسونسييل.
علاش حنا ما يكونش عندنا جزء من الكمبيوتر؟ علاش ما يكونش؟ والحمد لله مع لو كلوستر الكترونيكي اكزيست اوجوردي، مع البحث العلمي اللي كيتطور الان في البلاد ديالنا بشكل كبير جدا، ايتي ميل فري باركات الميزانيه ديال البحث العلمي، مع الان المدارس ديالنا كيفاش كتطور باركات ما سي بو، ولكن راه عاوتاني راه بلادكم. انا كنقول للصحفيين شي واحد بعد مرات كنلقى في شي سيت شوفوا شنو كاين في اليابان وشنو كاين في المغرب، لا عاوتاني راه اون غوفيان دو لوان في البلاد ديالكم الاخوان. العالم القروي ما كانش هو العالم القروي، المدن ديالنا ما كانش هي المدن ديالنا، الجهات ديالنا ما كانش هي الجهات ديالنا، الصناعه ديالنا ما كانش هي الصناعه ديالنا، الفلاحه ديالنا ما كانش هي اللي كاينه عندنا حنا، ماشي هي الفلاحه اللي كانت، الطاقه ماشي هي الطاقه اللي كانت. بغيتكم دائما حطوا قدامكم الصور 2000 2010 2020 وغيبان لكم كيفاش المغرب ديالكم كيتحول باقل الامكانيات، ولكن الحمد لله بهذا التضافر ديال الجهود. لا هذه القضيه انا اسمحوا لي كنتمنى شي اسئله ما تكونش تيليكوموندي. كاتسي نقول لكم في واحد الفتره كان خاص يوقع فيه تحول، اون انتي اوبليجي باش تكون سنه ديال التحول في كاتسي، باش نكونوا واضحين انا ندخلش في التفاصيل. الاخ اللي طرح على الكاتسي وكان واقف كان خاص الكاتسي توقع فيه ريفوليوشن بلا ما ندخل في التفاصيل. واو استاذ ما عندكش التفاصيل الحقيقيه، لا ما عندكش التفاصيل الحقيقيه، انت ماشي عضو في الكاتسي، المجلس الاداري انت ماشي عضو فيه، ماشي عضو في المجلس الاداري ديال الكاتسي. دابا تنقول لك لانك مومبر ديال الكاتسي كان خصك تراقب الكاتسي شنو كان واقع فيه من دراسه، ما كنتيش كتراقبو. اليوم كاينه مراقبه ديال الكاتسي حقيقه، وكاينه اداره حقيقيه ديال الكاتسي، وتحول من كاتسي مينياتوريزي الى كاتسي على الشلال الافريكي اليوم، وتسنات معه اتفاقيه مع كبار الشركاء باش يولي واحد من المنظومه الاساسيه على الصعيد العالمي. وانا كنقول لك هنيئا بالتحول اللي وقع الان على مستوى كاتسي، وكنتمنى اللي يكون كيساهم في لي كونسيل ادمنستراسيون انهم يبقاو يراقبوا مزيان المؤسسات اللي هما كيشتغلوا فيها. وهذا هو ميثاق الحكمه الجيده اللي دارتها الحكومه السابقه والحكومه الحاليه باش يمكننا هاد المؤسسات ديالنا اللي كنديروها تقوم بالدور ديالها. جرين موف هذه سيتون انيشياتيف بريفي، حنا ما عندنا علاقه بها، يعني جورناليست كيسامبوز مرحبا بهم، يعني راهم كيشتغلوا الحمد لله الجور اللي كيشتغلوا، حنا ما فرضنا لا الاسم ديالو ولا شكون اللي يكون جورناليست فيه ولا يشتغل. قال لك راه حنا درنا الريزو، قلنا لهم مرحبا. وانا كوزير اول مره كنسمع على شي جمعيه سميتها جمعيه البيئيه، مي فو بوجي، خص تفرض نفسك، ماشي افوار لو تيتري بوان فينال، مي فو بوجي فرض نفسك. انا كنعرف الصحفيين، اغلب الصحفيين اللي حاضرين بالمناسبه كيتصلوا بينا الله يجازيهم بخير، ولكن واحد تياخذ لو تيتر ولا كياخذ موقع ولا صحفي ودايرها في لو كارطابل مي كاين اكزيست با جو ماكسكوز عندي. وهنيئا سمحوا لي انا كنتكلم القضيه ديال لوكس اللي كيتكلموا عليها الاخوان، انا ما كنعرفكش كاع بعدا، اول مره كنسمع كطرح الاسئله. انا كنعرف الصحفيين كاملين بالمناسبه، الصحفيين كلهم عندهم التليفون ديالي بالمناسبه، عندي المئات ديال الصحفيين اللي كنتواصل معاهم باستمرار، ولذلك شي حاجه نكيره ما يمكنش ليا نبقى نتكلم عليها مجهوله. فبغيت الصراحه هي هذه، ولديك حنا ما عندناش مشكل، حنا اللي جينا وطلبنا هذه الندوه الصحفيه باش نتفاعلوا معكم، ومستعدين نتفاعلوا معكم، وفرحنا بلو جرين موف، وقلنا بلو جرين موف ما تابعش للوزاره وما خصوش يكون تابع للوزاره، وحتى كاع الا درنا معاه اتفاقيه بور سبونسوريزي خصو يبقى حر باش يراقبنا كما قالت السيده الوزيره، خصها تراقبنا وتطرح علينا الاسئله وتواجهنا ونمشيو في هذا الاتجاه باش نتعاونوا على هذا الشيء. ولذلك انا كنقول للاخوان الصحفيين اليوم الصحافه ولاكسي على انفورماسيون تعطات ليها فرصه تاريخيه في الدستور المغربي pour challenger les politiques publiques, pour challenger les pouvoirs publics, pour poser les vraies questions, avoir la vraie information, pour avoir la vraie interprétation. بعدين كل واحد له 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 مسؤوليته له الموقع ديالو. فيما يتعلق بهذا لو لوكس والدبلوماسيه، انا كنشكر الاخوه اللي اليوم العالم غادي في ان سيستم ابريد الله غالب، ما غيمكنش نتخلاو على الطاقات الاحفوريه، لانه ملي كنتكلموا من الالف كل شيء كيقول من 2050 يمكن بعض الدول ما تبقاش عندها الطاقات الاحفوريه. وشوف تشوف علاش، لاسباب كثيره. الطاقات الاحفوريه ماشي هي سهله دابور، حتى بغيت نتكلم دو بوين دو في تكنيك اون ا بيزوين بور ستابيليزي لو ريزو ماتنون دو بوين دو في سوليوشن تكنولوجيك سي كومون بوريفي لي انرجي فوسيل. هذا هو التحدي اليوم، وهذا اللي كيشتغلوا عليه الان لي لابوراتوار، كيفاش الشاربون دو ايتر بوريفي، كيفاش نديروا اون دو كابتي لي زيميسيون، كيفاش نديروا ان ميكس كيليكيبري. وهذا الشيء علاش مشات البلاد ديالنا 52% باش غتكون كلها من ما عطانا الله عز وجل من لي زينرجي اوفرابل اللي الان واللي يمكن نكتشفوها في المستقبل. اون ترافاي سور ليدروجين، اون ترافاي سور لا بيوماس، اون ترافاي سور لا جيوثيرمي، وكيفاش في هذيك 50% اللي بقات يكون عندنا الغاز اللي هو بروبر، ويكون عندنا شويه الشارون ميتريزي.
ولكن لا اكتشفنا شي حاجه كومبيسيبل كي بو رومبلاسي الشاربون. البارح اجتمعت مع واحد الشركه المانيه اكتشفوا بان من النفايات يوليو ار دي اف، وهذاك الار دي اف دون مانيير انتيليجونت يل بو رومبلاسي اون بارتي ديال الشاربون. اون فا ترافاي سور سا. داير اتصلت بالسي العماري في لابيل دوفر، قلت له الله يخليك دير من الشروط ديالك ان هاد النفايات اللي كاين في الدار البيضاء تحول الى طاقه، وحاول تحرص انها تولي ار دي اف اللي يحتاجها لي سيمونتي ونحتاجوها. والا خرجت لي ار دي اف، وانا كنتكلم سو كونترول ديال الاخوه اللي هما اكسبير في الوزاره والسيده الوزيره، الا خرجنا ار دي اف غالوينو غيكون اول واحد غادي يفرح انه ياخذ الار دي اف في ماروك ورومبلاسي 30% من الشاربون اللي كنجيبو. فاحنا خدامين في هذا الاتجاه. بغيت نقول لكم لا فولونتي الا لي بروغرام سون لا، لي اكسبير سون لا، لي مويان سون لا. ان شاء الله انا متاكد بانه لدرجه ان رجاله الملك طلب منا نشوفوا اكثر من 42% 52%، لان الحمد لله البلاد ملي كتقرر شي حاجه وكتكون الايرادات راه كدير انجازات متميزه. لي سونترال اشاربون راه كاين اللي غنتخلاو عليهم. بالمناسبه الاولى اللي تخلينا عليها في جراده بدينا كنستعملوا قل المحمديه، بغيت لو طو ديتيزاسيون جو كرو ميم با 5% بدات كنتراجعوا ديال القنيطرات الفيول. راه تنظن راه يمكن ملي غتشتغل ديال اسفي غالبا القنيطرات كتشتغل نادرا وديال المحمديه تشتغل نادرا. والان مع لوينو كنشتغلوا على واحد الدراسه كومون ميتر خانيفو هاد لي سونترال. مايمكنش اجوردي كاين اونيكو في لينيرجي لي زونسيان سونترال هيدروليك اشاربون افيول. اجوردي كاين واحد ان مارشي مونديال ديال لا ترانسفورماسيون ديالهم فيا ريانجيرين ديال بروسيس انرجيتيك ديالهم باش يوليو موان امباكتون دلوفيرونمون. راه حنا كنشتغلوا عليها، ما نضيعوش هاد اولا كنا مضطرين ان نتخلاو عليها، راه غادي نتخلاو عليها بطبيعه الحال. لا فواتور الكتريك تكلمت عليها الاستاذ، ولكن بغيت نقول لكم راها المنظومه متكامله، سي لاندستري لونفيرونمون سي ولكن ليطا تبدا هي الاولى. وهادشي على السيد رئيس الحكومه دار لجنه فيها الوزراء باش الدوله هي الاولى تبدا تستعمل يعني لا فواتور اونتر بارونتيز دورابل الكتريك هبريد ان اوتر كومبستيبل موان بوليونت موان شير. هذا هو التوجه اللي يمكن تمشي في البلاد ديالنا. لي زيباف انا كنشكر، انا كنت اشتغلت على لي زيباف ودرنا قانون ديال لي زيباف يعني ديال المخلفات في البحر ومع الاخوان ديال البيئه. وهذا القانون يعني مكلف به الدومين بوبليك ماريتيم زائد لاين بي اللي هي ديال لي بور. وبالمناسبه تنظن تنتمنى يكون القانون خرجوا النصوص ديالو. علاش؟ لانه باش شي واحد اللي ينسى شي حاجه لمده سنه صافي انتهى. بحال فوريان، ملي كتاخذ شي حاجه في فوريان بعد سنه كيولي ملك ديال الدوله تصرف فيه. فهاد الشيء كنشتغلوا. ولكن الاخوان الصياده قال لك يا ودي معام قليل علينا، انا ما كنخدمش، هاي صبروا علينا، راه بالتفاصيل حنا غادي نلقاو الحل. ولكن خرج واحد القانون من قبل ديال ما يسمى بالمقذوفات ديال البواخر اللي كنا اشتغلنا عليه، خرجناه تنظن في 2014 الا كنتذكر مزيان، ديال المقذوفات ديال البواخر والمراقبه ديال هذاك الشيء. بمعنى وحتى لومي الان ما بقاش كتقبل ان الميناء ديالك، لومي اللي هي لورغانيزم مونديال ديال الماريتيم ما كتقبلش ان الميناء ديالك يستقبل اي حاجه، وما كتقبلش ان البواخر انها تبقى تدير اي حاجه. فهذا الحمد لله واحد اون ديناميك ومرتبطه بهذا التوجه كامل المرتبط بالساحل اللي تكلمت عليه السيده الوزيره. انا ادعو الساده الصحفيين باش يتابعوا معنا هاد لو ريزو دو ايتر ايلارجي الي اوفير دونك ني با فيرمي. اللي بغيت تسجل ديروا ان بورتاي، حنا مستعدين نسنيو معكم شراكه، مستعدين نديروا معكم برنامج ديال 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 الكاباسيتي بيلدين في هذا الاتجاه. مستعدين ايضا انا ادعوكم الساده الصحفيين انكم ديروا حوارات مع رؤساء المدن باسكو ورؤساء الجهات. اليوم كاين ان ترانسفورماسيون سي اون ريفورم دو ليتا. هذه القضيه لا ريجوناليزاسيون لي فيت سي اون ريفورم دو ليتا. كيفاش تكون عندنا لو سونترال فور لي ريجيون فورت اي لي فيل سون ولات. نجحنا في هذا التحدي، راه انا نقول لكم انا متفائل. ما نبقاوش نتكلموا على 3.5 مع شكون اللي قالها، غنبداو نتكلموا على شي حاجه اكثر، لانه دابا كل جهه خصها يكون عندها تستغل البوتونسياليتي ديالها. هادشي علاش كنوقعوا مع الجهات في التنميه المستدامه في كافاق، وقعنا معاهم في المعادن والجيولوجيا، كنوقعوا معاهم في الطاقه، وكيوقعوا معاهم اخوان اخرين وزراء، باش فعلا كل جهه تاخذ المؤهلات ديالها، تشوف النظر في المستقبل، دير شراكه مع الدوله مركزيا، وتقلب على مستثمرين باش يمكن ان شاء الله. ولكن دائما احترام التنميه المستدامه واحترام ديال البيئه. رهنا الاشاره ديالكم، شكرا على هذا اللقاء. انا شخصيا واخا انا وزير ديال هذا القطاع مع السيده الوزيره، ملي كنتلاقاو مع الصحفيين حتى ملي تلاقيت في الطاقه والمعادن اكتشفوا التحديات، واكتشفوا ايضا القطاع في التفاصيل ديالو، لان الوزير ماشي مفروض منه يكون تقني، ماشي مفروض منه انه يكون كيعرف التفاصيل، مفروض عليه انه يكون كيكوتشي لا ديناميك اللي كاينه في القطاعات وكيمشي في هذا الاتجاه. وحنا كنتيقوا الحمد لله في الكفاءات اللي كاينه، كما كنتيقوا في الصحافه النزيهه اللي كتفاعل بطريقه ايجابيه واخا تكون منتقده. الصحافه الاخرى ما عندها ما نديرو، كل واحد كل ينفق مما عنده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.
السيد الوزير غير واحد السؤال ما جاوبتوش مزيان فيه توضيح بحقيقه فيما يتعلق باختيار الجمعيات اللي شاركوا في لاكوب 24 وكذلك في اختيار الجمعيات الصحفيين اللي كيحضروا معنا التكوين. هذه المسطره اولا هي بين وزاريه فيها ممثلين ديال الوزارات العلاقه مع البرلمان الداخليه حنايا وكذلك على غير هادو على وتمثيليه ديال هذاك الكوميتي ديال المناخ على الكوميتي مينيستيريال بيان سور. وكانت فيها المسطره انا لم اوها هما الاخوان حدايا. سيفي رادي عرفت شي واحد من دوك الناس اللي تختاروا ولا لا؟ لم اعلم بما اختارتهم وهذه درتها تقنيه لان جاتنا الطلبات كثيره فدرنا لجنه بين وزاريه ودرنا الكريتير ديال ليجيبيليتي تكون عنده معرفه بالمناخ تكون مساله الاولى ما هي التوضيح الاول. التوضيح الثاني ونصحح السي الصحفي هو صحفي من المفترض ان تكون عنده المعلومه في المراسيم والقوانين. جائزه الحسن الثاني للبيئه تخص الاعمال ما كتخش الاشخاص الاعمال. دابا كاين النقاش نغيروا المرسوم الوزاره التي ستحدده والحكومه التي ستحدده ونتناقشوا فيه ولا عير الناس ما يكونوش جاهلين بالقوانين وبالمراسيم ويجيو يقولوا دي دفعات لا عندها علاقه تتعلق بالاعمال المتعلقه بالبيئه يديرها فنان يديروها صحفيين يديروها بجو هذا الاعمال المتضمنه في ندعوكم الى واحد شويه واحد الوجبات غداء متواضعه مرحبا بكم ويبقى ان شاء الله التواصل بيننا في لا كومينيكاسيون ميسيون متواصل مرحبا.